السلام عليكم. إذا كنظن نبداو في العرض. إذا في البداية السلام عليكم جميعا. إذا كتوجه بالشكر للجمعية وأيضا الفيزا سكول على المشاركة ديالها وإتاحة الفرصة أنه نستعملوا هذه المصطلح أو هذه المنصة. إذا موضوع العرض هو تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التدريس، وخصوصا في مادة الرياضيات أو في تدريس مادة الرياضيات. إذا بعض العموميات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التدريس. إذا سنبدأ ببعض دواعي استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التدريس واختصارا لتيس. إذا الأمر الأول يتعلق باستغلال الذكاءات المتعددة لدى المتعلمين، واعتبار أن هذه التكنولوجيا تمثل مركز اهتمام المتعلمين، ثم كذلك تفريق الهوة الحاصلة بين الفصل الدراسي أو المدرسة عموما والتطور التكنولوجي الحاصل. بعد ذلك حسب الباحثين في علم النفس المعرفي فإنهم يحددون إيجابية للتيس فيما يلي: بأننا نتذكر 10% مما نقرأ، 20% مما نسمع، و30% مما نرى. بمعنى آخر أن هناك جميع أنواع الذكاءات، ما هو سمعي، بصري، حسي إلى غير ذلك، وأيضا الجانب المناولتي أي مما نفعل. من ناحية أخرى توصي الوثائق الرسمية من ميثاق الوطن للتربية والتكوين، وأيضا التوجيهات التربوية للمادة، على استعمال مختلف الوثائق المعلوماتية في تدريس الرياضيات. إذا السؤال الذي يمكن نطرحه: ما هي القيم المضافة التي يمكن أن تشكلها تكنولوجيا معلومات الاتصال في تدريس مادة الرياضيات؟ إذا من بينها أو من بين أفكار عدة، هناك الحصول السريع على تمثل حول وضعية معينة أو مفهوم معين وإعطائه معنى، وفي هذا ربح للوقت والجهد أحيانا. نقطة أخرى وهي ربط بين مختلف الإطارات، بين إطار مثلا جبري وهندسي في وضعية معينة. وهنا يمكن أن أشير إلى مثال بالنسبة للثانوي التأهيلي، في بعض المسائل يمكن اقتراح وضعية هندسية وتحتاج إلى تغيير إطار دالي، فبذلك يمكن نستعمل أحد البرامج الهندسة الديناميكية، وبذلك نكون قد ربطنا بين إطارين، بين إطار هندسي وإطار تحليلي أو دالي. أيضا من بين القيم المضافة كذلك هي التضمن والتحقق من بعض المضمونات. أخيرا إتاحة الفرصة للنتائج. الآن سنقوم بقراءة ملخصة أو إعجابة للتوجيهات التربوية و بخصوص الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. هنا بعض الموارد أو بعض البرامج المساعدة لإنتاج موارد رقمية وأيضا للاستعمال. سأخص بالذكر برنامج الهندسة الدينية. إذا هنا سأعطي بعض البرامج التي يمكن استعمالها كأدوات أو كوسائل ديداكتيكية. أذكر أولا برنامج الهندسة الديناميكية جيوجبرا والمجدول إكسل. إذا هذ البرنامجين هما أساسيين ويمكن استثمارهما من خلال قراءة في التوجيهات التربوية في عدة مواضع. إذا من خلال قراءة في ديباج التوجيهات التربوية نجد بأنها تنص على ما يلي: تنمية قدرة المتعلم على استعمال تكنولوجيا
توجيهات المعلومات والاتصال ككفاية نوعية لتدريس الرياضيات. ثم أن هذه التكنولوجيات هي وسيلة تعليمية. الآلة الحاسبة كذلك سواء كانت عادية أو علمية أو قابلة للبرمجة، والحاسوب كذلك ببرامجه تندرج كذلك كوسائل تعليمية. دعم القدرة على استعمال الأدوات المعلوماتية في الأنشطة العددية والجبرية والهندسية والإحصائية. دعم القدرة على استعمال المحسبة أو الحاسوب. كما تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصال أداة مساعدة في إعطاء معنى للمفاهيم أو خاصيات أو مبرهنات، وكذلك تقريب وبناء مفاهيم رياضياتية. وأشير بأن هذه القراءة لا تقتصر على سلك معين بل تشمل سلكين معا سواء الإعدادي أو التأهيلي. إشارة أخرى بأن استعمال أو الأداة المعلوماتية أو التكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال التوجيهات التربوية فلها وضعان، إما أن تكون أداة مساعدة أو وسيلة أو معين كمعين ديداكتيكي، كما يمكن أن تكون قدرة مستهدفة من خلال أو قدرة مستهدفة بمعنى أنها تبنى بأنشطة وكذلك تقوم في مختلف تقويمات. إذا هنا ملخص لبعض الدروس التي تمت الإشارة فيها على استعمال تكنولوجيا المعلومات كقدرة منتظرة أو كتوجيه أو كمعين ديداكتيك. إذا بالنسبة للسنة الأولى ثانوي إعدادي فقد تم الحديث عن تكنولوجيا معلومات الاتصال سواء برنامج أو آلة حاسبة في كل من درس الأعداد العشرية النسبية، حيث بالنص أو كما هو وارد في توجيهات هذا الدرس تعتبر الآلة الحاسبة أداة مساعدة في تناول جمع عددين، ضرب عددين، حساب مجاميع جبرية، حساب قيم مقرب لعدد كسري. ثم كتوجيه آخر ينبغي إكساب التلاميذ التقنيات الخاصة باستعمال الآلة الحاسبة العلمية، الأولويات على العمليات ووظائف الملامس. ثم في درس ثاني وهو المنشور القائم والأسطوانة دائما في السنة الأولى إعدادي كتوجيه، يعني في العمود الثالث التوجيهات التربوية، يمكن استعمال الأدوات المعلوماتية في تصحيح تمثلات ورؤى التلاميذ حول المفاهيم الهندسة في الفضاء. ثم أخيرا في درس الإحصاء يمكن ودائما كتوجيه في العمود الثالث يمكن استغلال البرامج المعلوماتية المندمجة بالحواسيب، وهنا أخص الذكر أو المجدول أكثر. أما بالنسبة للسنة الثانية فهي واردة في كل من درس الترتيب والعمليات، حيث تنص على ينبغي على ضرورة أو يمكن استغلال الآلة الحاسبة في إعطاء بعض قيم مقربة لخارج عددين واستعمالها كتقنية أو كطريقة من طرق مقارنة عددين. ثم كذلك في درس المثلث القائم ذوي الدائرة، وخصوصية هذا الدرس أن ما سأذكره الآن فهي قدرة منتظرة إعطاء قيم مقربة باستعمال ملمس الجذر المربع في الآلة الحاسبة. إذن هذا الاختلاف مع الدروس السابقة والدروس من نفس المستوى بأن في هذا الدرس لدينا قدرة منتظرة. ثم دائما في نفس الدرس كتوجيه الاستئناس بالآلة الحاسبة العلمية في تحديد قيم مقربة لجيل تمام زاوية معلومة أو قيم مقربة لزاوية جيل تمامية معلومة. الدرس الآخر وهو درس الهرم والمخروط الدوراني والمنشور القائم تنص على إمكانية استعمال الأداة المعلوماتية قصد قطع مجسم بمستوى حسب اتجاه معين. ثم أخيرا بالنسبة للسنة الثانية ثانوي إعدادي في درس الإحصاء يمكن استغلال البرامج المعلوماتية المندمجة بالحواسيب، وهي نفس الملاحظة بالنسبة للسنة الأولى إعدادي. نمر إلى السنة الثالثة إعدادي. إذا كذلك هناك أربع دروس يتم الإشارة إلى هذه التكنولوجيات. إذا بالنسبة للجذور المربعة كقدرة منتظرة استعمال الآلة الحاسبة لتحديد قيم مقربة للجذر المربع. ثم الدرس الثاني مبرهن الطاليس بحيث
يمكن استغلال بعض البرامج المعلوماتية أو شرائط الفيديو لتقريب خاصية الطالب وعكسيتها. أما بالنسبة للحساب المثلثي فهي كذلك فهناك كذلك قدرة منتظرة، وهي استعمال الآلة الحاسبة لتحديد قيم مقربة للنسب المثلثية لزاوية حادة وعكسية. أخيرا الإحصاء، نفس الملاحظة التي ذكرت سابقا في السنة الثانية والسنة الأولى، بمعنى يمكن استغلال البرامج المعلوماتية المندرجة بالحواسيب. نمر إلى المستويات الخاصة بالسلك التأهيلي. فيما يلي على الشعب العلمية، إذا في درس الترتيب هناك قدرة استعمال المحسبة لتحديد قيم مقرب العدد الحقيقي. بالنسبة للدوال العددية كتوجيه تقريب مفهوم الدالة والتمثيل المبياني عن طريق الاستئناس ببعض البرامج المعلوماتية المدمجة في الحاسوب التي تمكن من إنشاء منحنيات الدوال، وأيضا استعمال الآلة الحاسبة العلمية في تحديد الصور أو الآلة الحاسبة القابلة للبرمجة لإنشاء منحنيات إذا كان ذلك ممكنا، أو الإشارة فقط إلى ذلك. أما بالنسبة للهندسة الفضائية فيمكن الاستئناس ببعض البرامج المعلوماتية المندمجة في الحاسوب لتحديد المقاطع المستوية لبعض المجسمات الفضاء. وهنا ما ذكرنا سابقا بأن هذه الأدوات تمكن من ضمان تمثل صحيح لبعض المفاهيم كمثال الهندسة الفضائية وصعوبة تمثل أجزائها التي تمثل على سبورة ذات بعدين. أما بالنسبة للأولى بكالوريا علوم فهناك درسان، الدرس الأول هو المتتالية العددية، حيث تشير التوجيهات التربوية إلى أن هذا الدرس يشكل فرصة لتعويد التلاميذ على استعمال الأدوات المعلوماتية. أما بالنسبة لعمومية حول الدوال فيمكن استعمال الآلة الحاسبة والبرامج المعلوماتية المندمجة بالحواسيب والتي تمكن من دراسة الدوال. أخيرا بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا هناك ثلاث دروس التي تمت الإشارة فيها لاستعمال الأدوات المعلوماتية. إذا المتتالية العددية ينبغي توظيف الأدوات المعلوماتية في هذا الفصل، استعمال المبرمج إكسل، ونقول أيضا استعمال المجدول إكسل لتقريب مفهوم نهاية متتالية عددية. ثم بالنسبة للدالة الأسية النبيرية تحديد قيم مقربة لإكسبونونسيال أ حيث أ عدد حقيقي معلوم، أو تحديد قيمة مقربة لعدد أ بحيث إكسبونونسيال أ عدد معلوم باستعمال الأداة المعلوماتية. والإشارة فقط بأن هذه الإشارة فهي تمثل قدرة منتظرة. أخيرا بالنسبة لحساب الاحتمالات يتم إدراج مفهوم المحاكاة لإثبات استقرار تردد حدث عشوائي من خلال إعادة تجربة عشوائية عدد كبير من المرات 10,000 مرة أو أكثر من خلال أمثلة بسيطة وباستعمال الملمس راند للآلة الحاسبة أو المبرمج إكسل المندمج في الحاسوب لهذه الغاية تمهيدا لقبول احتمال حدث عشوائي. إذا هنا نلاحظ بأن يمكن استعمال المحاكاة لبناء مفهوم احتمال حدث عن طريق استقرار تردد، عن طريق إثبات استقرار التردد باستعمال محاكاة سواء بالآلة الحاسبة أو باستعمال مجدول إكسل أو أي مبرمج أو أي برنامج يحقق ذلك. إذا أشكركم على حسن انتباهكم وإصغائكم وشكرا. شكرا جزيلا سي علي، بارك الله فيك على المداخلة القيمة وعلى العرض الرائع. نفتح باب المداخلات، اللي عنده شي مداخلة ممكن يهز اللقطة اللي كتب لينا هنايا في الديسكوسيون. أنا أعطيه الميكرو. إذا كإشارة فقط بأن هذا العرض غيتم التقاسم ديالو لاحقا، راغنا أن نقاسمو سواء فيسبوك أو عبر الإيميل. السلام عليكم ورحمة الله.
اولا كنشكر السي علي جزيل، شكرا على هذا العرض، هذا صراحه عرض قيم واستفدت منه شخصيا بزاف، وجا فوقيتو نظرا كما كتشوفوا مؤخرا الى كثر الحديث على استعمال التكنولوجيا الحديثه وخاصه في الظرفيه الحاليه. بالنسبه ذكرتي في العرض كفايه نوعيه، دونك عندي معلومه على كفايه نوعيه وكاين كفايه مستعرضه، ممكن سواء انت السي علي ولا الاخوان تناقشوا في هذه الكفايات النوعيه والمستعرضه فيما يخص ماده الرياضيات. وشكرا، وايضا كنشكر القائمين سواء من جمعيه ولا مؤسسه فيزا سكول على هذا الشيء اللي داروه، ونتمنى يكون في ميزان حسناتهم ان شاء الله. وشكرا. هي شكرا للاستاذ المتدخل. اذا بالطبع راه كاين بعض الاسئله اللي خاص ضروري فيها البحث والتفكير، خصوصا هذا الموضوع ديال الكفايات، وبالطبع راه ديك القراءه المتمعنه للتوجيهات التربويه دون اغفال ديك الديباجه. ديك الديباجه راه اساسيه القراءه ديالها، لان فيها بعض الامور اللي ما كايناش في الخاصه بالمستويات. يعني هذيك التوجيهات الواحد الا قراها مزيان واستوعبها مزيان وقرا ما بين السطور، راه غيكتسب مجموعه من المعارف، يعني تعفيه من انه يبحث في مواضيع او في امور او في كتب اخرى تاع الديداكتيك او مساله اخرى. هذا العرض راه كيتكون، راه غتلاحظوا بان وصل دابا غير 16 ديابو، راه كاين من بعد واحد الوثيقه، لانه مجموعنا ديال دو بي دي اف، هو كانوا دو بي دي اف جمعتو في بي دي اف واحد، غتلقاو داكشي اللي كنت كنتحدث عليه حسب المستويات. يعني فاش كنقول كل مستوى والقدره المنتظره او التوجيه الخاص بتكنولوجيا المعلومات الاتصال راه كاين تما. اذا كما قلت سابقا بان هذا عرض تقاسمي، وبالطبع اللي عنده شي تجربه تساؤل ونشاركوا كاملين بالاراء ديالنا. يعني ما كاينش واحد غيعطي عرض، يعني يعني هنا راه حنا كنتقاسموا كل واحد من نطاق التجربه ديالو، وهذا العرض ما هو الا نتاج لقراءه، يعني ما فيش اجتهاد، يعني هو غير قراءه للتوجيهات التربويه او كتلخيص للتوجيهات التربويه بخصوص نقطه معينه. انا التساؤل اللي عندي هو كيف يمكن نستثمر هذه التكنولوجيات في هذا الموضوع الحالي ديال التعلم الذاتي. انا هذا السؤال هو اللي كيبان لي الا فتحنا فيه نقاش، سواء على مستوى الممارسه غيكون عنده واحد التاثير ايجابي، ويكون كفرصة للنقاش والاستعداد للامتحان المهني. إذا هذا سؤال مفتوح، كل واحد ممكن يعطي الرأي ديالو ولا بعض الأفكار ونتقاسموا بيناتنا، لعل وعسى نخرجوا في نهاية النقاش بواحد الفكرة واضحة حول التساؤل، يعني إلى أي حد يمكن استثمار هذه التكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعلم الذاتي. وشكرا. أنا شخصيا هي دور مهم للتلميذ سواء في هذه الظروف الراهنة ولا من غير الظروف هذه. تطرح في هذه الحالة أن ماشي جميع الإمكانية ديال أن يعني تكون عندهم التكنولوجيا المعلومات، مثلا كتكون في شي وسط لهش نوعا ما، كاين تلاميذ ما عندهمش الحواسيب، وايضا المؤسسه بحد ذاتها ما كتلقاش فيها الحواسيب. مثلا كون كان التلاميذ عندهم امكانيه انهم يعني يتعاملوا مع التكنولوجيا المعلومات، راه غادي يكون فيها واحد ربح الوقت، وكذلك ان التلميذ غادي يبني التعلمات ديالو راسو. مثلا عندك شي نشاط تقدر تصاوب واحد الفيشي وورد في جميع المواضيع اللي غادي يطبقهم، كل السؤال الاول افتح جوج، بعد ذلك كذا وكذا، امشي قطعه، ارسم مستقيم، في الاخير غادي الشيء اللي باغي يتوصل له. وهكا كتكون يعني التلميذ اولا يعني هو اللي ناول ديك التكنولوجيا المعلومات، وهو اللي بنى ديك التعلم الراسي، ولكن هذه الامكانيه هذه ما متوفرش للجميع للاسف. شكرا استاذ. هذا غير واحد الملاحظه، كنا سابقا كنناقشوا متى كاساتذه كنناقشوا بالنسبه للاستعداد الامتحان المهني،
ودائما كنصطدموا بواحد الحاجه، باننا دائما في النقاشات ديالنا كنرجعوا ما هو يعني اللي كنلاحظه. مثلا الاستاذ اللي مثلا كيدرس بواحد الوسط اللي هو شبه قروي ولا شبه حضاري ولا قروي، دائما فاش كنطرحوا هذه المساله ديال ادماج التكنولوجيا مع الاتصال كيمشي للاكراهات. حنا دائما بحال اللي قلتي فاش كنحط هذا الموضوع كنناقشوه يعني بديك الرؤيه المثاليه بان كل شيء متوفر. ملي كنجيو للجانب تاع الاكراهات ممكن نذكروا كما ذكرت استاذي هذا الجانب ديال الامكانيات، وايضا ما نهملوش واحد الجانب بان هذا الادماج تاع التكنولوجيا المعلومات والاتصال كيطلب من ان المتعلم يكون متمكن من بعض الكفايات الاضافيه اللي ما عندهاش علاقه بالرياضيات. مثلا غندير انا واحد النشاط اذا كنستحضر خصني نستحضر مثلا المكتسبيه في الماده يعني في الرياضيات، واحد المكتسبات القبليه اللي ممكن نسموها تقنيه وتكنولوجيه. يعني عندنا من بين الاكراهات كاين جوج الاكراهات، يعني اكراه اللي هو لوجيستيكي يعني خاص بالبنيه التحتيه والادوات باش يشتغل، وايضا التوفر لدوك الكفايات التكنولوجيه اللازمه للتعامل مع هذه التكنولوجيات. هذه كفكره فقط، ونترك المجال للاساتذه لابداء رايهم. هو فعلا كما ذكرتي استاذي ان يعني باش يتعامل التلميذ مع هذه التكنولوجيا المعلومات الاتصال خصوصا يعني كل واحد تقنيات اكتسبها مسبقا، وهذه انا شخصيا يعني كان السنه الاولى والسنه الثانيه على ما كنذكر كان عندي ساعات مخففه، وكنت التلاميذ كان عندهم واحد القسم خاص فيه لي بي سي، كنت كنجمعهم في ساعات اضافيه وكنعلمهم كيفاش يتعاملوا مع جيوجبرا كيفاش ينشطوا كيفاش يشتغلوا ومن بعد استعمال كنصاوب النشاط يعني غادي يتعامل مع جيوجبرا مثلا. يعني باغي نبينوا ان القطران ديال المعين متعامدا كندير له المراحل ديال النشاط وكنعطيهم كنفرق عليهم الاوراق والتلاميذ كيشتغلوا كيف دا كذا كندور عليهم، واغلبيه التلاميذ كانوا كيتوصلوا كتحس انهم خدامين وناشط، وديك الخاصه اللي كتقدر النشاط كيكون عندها واقع على التلاميذ كثر وقد كانت تجربة، وكنتمنى يدخلوا الأساتذة الآخرون. السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكروا السي علي على المداخلة ديالته فيما يخص استعمال تقنيات الانفورماتيك أو في الرياضيات. دونك الإشكال المطروح هو التواجد ديال قاعات مخصصة لهذا المجلسات مثلا. دونك الأساتذة كذلك كنلقى عندهم مشكل في الإبداع، مثلا وكنتمنى من هذه المبادرة أو من هذا النقاش المفتوح أن تكون مبادرات من الأشخاص تكون في إطار الجمعية يحاولوا يديروا مجموعة من الأنشطة اللي تكون تساعد الأستاذ في تبسيط وتفهيم مفاهيم بالنسبة للرياضيات، مثلا مع الجبر. دونك إذا كان ممكن كل أستاذ يتكلف بنشاط ولا شي حاجة يتقاسم الأنشطة في مدينتنا. هذا من جهة. شكرا دائما.
السلام عليكم الإخوان، عرفتش واش كتسمع صوت. أولا كنشكر السي علي التموسيت على المبادرة ديالو وعلى التقاسم ديالو معنا. نطلب منكم أنه اللي عنده شي مداخلة يتفضل دابا، أو اللي عنده شي اقتراح أو لا شي سؤال يتفضل دابا. السلام عليكم الإخوان، كنشكركم على هذه المبادرة الطيبة، وكنشكر السي علي على هذا العرض القيم اللي قدم لنا. في حقيقة الأمر أنا عندي تدخل كيخص واحد ثلاثة ديال النقاط. النقطة الأولى هي عبارة تقريبا عن سؤال، واش بالنسبة للدروس اللي محددين على أساس أننا نستعمل فيهم هذه البرامج المعلوماتية، واش هي محددة من توجيهة التربوية أو فقط كاجتهاد شخصي؟ لأنه كيبان لي مثلا بحال الجدع المشترك كاينين بزاف ديال الأنشطة باش بوغ كونستخوي باش نبنيو المفهوم مثلا ديال الرديان أو الأفاصيل المنحنية باستعمال جبرا. النقطة الثانية وهي أن كنلاحظوا على أن التلميذ الأغلبية ديال التلاميذ كتلقى ما يتوفر على حاسوب، في حين انه يتوفر على هاتف ذكي والاغلبيه المطلقه. يمكن لينا نستغلوا هذه النقطه هذه، خصوصا انه كاينين بزاف ديال التطبيقات الان، اي تطبيق كاين في الحاسوب راه كاين في الهاتف. دونك ممكن اننا نستعمل باش ذاك الوقت اللي كيدوز التلميذ بذاك الهاتف، ممكن انه تستغل في هاد التطبيقات هذه اللي غتنفعوا في المسار الدراسي ديالو. والنقطه الثالثه هي ان يمكن انه يكون تنسيق بين استاذ ديال الرياضيات واستاذ ديال المعلوميات، على اساس ان مثلا تكون حصه من الحصص خاصه ببناء مفهوم معين او الحديث على درس معين. شكرا. شكرا سي مصطفى، هذا ماشي 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 جواب، ولكن غير تكمله لما تفضلتم، هو انه هذه المساله ديال الهاتف النقال كنتفق معك يعني 100% بانه راه جميع البرامج اللي ممكن نديروها او نحتاجوها في الحاسوب راه ممكن المتعلم يوجدها ويشتغل بها بالهاتف، الا انه في بعض الاحيان كنصطدموا مثلا مع المذكره مثلا اللي كتنص على انه التلميذ ما عندوش الحق يجيب الهاتف النقال للقيس. يعني كنقولوا هنا في هذه الحاله يعني بانه راه كاينه الامكانيه التقنيه، ولكن كتصطدم مع بعض الامور اللي هي او بعض المذكرات اللي تمنع استعمال الهاتف النقال داخل الفصل، وبذلك ممكن ان الاستاذ فقط يستعمل هذا يعني ان المتعلم يستعمل الهاتف النقال خارج المنزل يعني او خارج القسم يعني فقط في المنزل ديالو، وتعطيه مثلا دوك لي زاكتيفيتي. وهنا كنشير لواحد المساله، هو انه الهاتف النقال فيه شي امور اللي ممكن تنفعنا او يستثمرها الاستاذ وتكون كوسيله او تعليميه مستعده، هي دوك التمارين التفاعليه او دوك التقويمات الذاتيه. مثلا ممكن ننشا بسهوله واحد الكيو سي ام نديرو فيه ساهل الاستعمال في الهاتف النقال، ممكن ننشا به واحد الان ونعطي نتيجه التصحيح يكون تصحيح ذاتي، لان المتعلم في نهايه المطاف كيتعرف على السكور ديالو واحد الكرون يعني واحد التقويم ذاتي. يعني المتعلم ممكن هذاك التقويم وكيكون بشكل تفاعلي، لان المتعلم ممكن هذيك الساعه كيعرف بان الجواب صحيح ولا خطا، وممكن كنقول له صحيح ونعطي واحد الرد ديال التهنئه، وممكن يكون خطأ وكنعطي واحد التوجيه. يعني هنا كيكون داك الجانب التفاعلي، يعني ما نساوش الجانب ديال التطبيقات انشاء التطبيقات التفاعليه هي راه متوفره وسهله الاستعمال. يعني ما بقى داك التعقيدات ديال ان الاستاذ خصو يكون مهم بلغه البرمجه
والمسألة الثانية كما شفت سي مصطفى التربوية يعني ماشي غير هذه الدروس اللي حدثهم اللي فقط، يعني يمكن أن نستثمر استغلال الأداة المعلوماتية في الدرس، لأنها دائما يعني ما يسمى المنهج لتكنولوجيا المعلومات لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات، على الإدماج المنهجي، بمعنى أنه أي إدماج سيكون بواحد يعني كنعطي لي واحد يعني تبرير أو تبرير للاستعمال، علاش نستعمل يعني هنا كنبرز القيمة المضافة لهذا المورد الرقمي اللي استعمل. وهنا أيضا كنقوم بأحد الامتحانات المهنية أنه اقترحوا أن الأستاذ أو أمثلة لدروس يمكن تكنولوجيا المعلومات والاتصال فيها ومعرفة إلى القيمة المضافة كثيرة، ومنها ما ذكرت الأصول المنحنية الرئيسي و بعدين من الدروس اللي تم خيارها توجيه الطلبة، ولكن تنصب بأنه راه مجموعة من الدروس يعني كاينة في القيمة المضافة حافظة التكنولوجيا المعلومات والاتصال، وحتى لا أحتكر المداخلة أو الحصة أترك المجال للسادة الأساتذة. عندنا الأستاذ الأساتذة اللي عنده مازال شي مقترح ولا شي سؤال تفضل. السلام عليكم. واش انتقلتوا لمناقشة تجارب الآخرين ولا باقين في نفس الموضوع ديال استعمال الوسائل الديداكتيكية الحديثة من التكنولوجيا وهذا يعني، ولا يعني واش الأسئلة في هذا المجال ولا أسئلة عامة؟ بالنسبة للأستاذ اللي سولنا على الأسئلة، احنا دابا حاليا في دردشة ديداكتيكية، يعني ممكن نسولو الإخوة الآخرين حتى هما يجاوبوا، يعني ومعنا السي علي التموسيت راه أستاذ مكون، حتى هو راه يتدخل في شي حاجة إلا ما فهمناهاش كاملين ولا ما وصلناش للحل كامل يقدر يتدخل معنا. إذا احنا الآن في نطاق دردشة ديداكتيكية، سول فاش بغيتي. السلام عليكم. بخصوص الأجوبة في الامتحان، عندي واحد التساؤل، هو واش يعني حيث بعض المفتشين كينصوا أن مثلا الجواب مثلا واخا يكون عبارة عن جواب ديداكتيكي، ولكن خاص ضروري يعني تشير ليه لهذا النظريات وداك الشيء مثلا بيداغوجيات الخطأ وهذا، واش ضروري يعني يعني في الإجابة على السؤال يعني يكون هذاك الإطناب وهذا وتكثر الهضرة وكذا، أو أنك يعني من الأفضل المختصر المفيد يعني على شكل عوارض وهذا طق 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 ويكون داك الشيء مختصر، لأن كاين بعض المفتشين وخصوصا المصححين اللي تيبغي مثلا تهضر لي هذا الهضره وتهضر لي مثلا عن النظريات وكذا، مثلا شي مثال بغيتي تجاوب على واحد النشاط واحد مثلا سؤال محدد، وخصك ضروري يعني يعني تخرج على يعني في حال تحيط بجميع الجوانب المحيطه به وكذا. تساؤل الإخوان اللي فاتوا دوزوا الامتحانات يعني كيفاش نتعاملوا مع طريقة الإجابة على الأسئلة، واش الاختصار وعلى شكل عوارض، أو يعني نكتبوا كاع الأمور متعلقة بالإجابة. شكرا. تساؤل آخر بالنسبة دابا في هذه الحالة الاستثنائية، يعني غادي غالبا غيخص غير ديداكتيك، ولكن ضروري يعني من الإيماء بالمستجدات، يعني كاين بعض أحيانا بعض الأسئلة اللي غادي تحيط بهذا الأمر هذا، رؤية استراتيجية وكذلك يعني
الجانب، حيت دابا الديداكتيك راه عنده علاقة بطبيعة الحال بالبيداغوجيا، وهذا يعني ضروري الإحاطة بهذه الأمور هذه. كاين معنا هنا سي محمد بابا، راه نجح في الامتحان المهني السنة الماضية. سي محمد بابا إلا كتسمعني تقدر تجاوب على هذا السؤال. كيفاش جاوبتي أنت؟ واش جاوبتي باختصار ولا كتبتي دوك البيداغوجيات وكتبتي دوك قال السلام لك كان عليكم بعدا إخوان الأساتذة والأستاذات الأفاضل والفضليات، مرحبا بكم في الجمعية المغربية لأساتذة الرياضيات فرع نزكاني تملول. أعتذر عن التأخر خارج عن الإرادة، ونحييكم عاليا ونشكر جميع الإخوة والأساتذة اللي في المكتب، وكذلك سي توفيق المغزلي وبزيسكو، كذلك دون أن أنسى السعري الإجابة السنة الماضية في المعركة في هذا العام، راه ماشي صراحة يعني أول مرة، والحمد لله يسر الله سبحانه وتعالى ونجحنا، لكن راه ماشي غير هكاك، حتى السنة الماضية راه في إنزيكان هنايا للأسف. محمد بابا الصوت عندك يتقطع، الصوت عندك كيتقطع، عندك الصوت لازم نغزو شويه ضعيف. غير الاستاذ اللي قبل طرح واحد بعض التساؤلات غير في اطار الاغناء، ديك المساله ديال الاجوبه والبيداغوجيات والامور النظريه، لانه غالبا دابا الاستاذ فاش كيبغي يستعد الامتحان المهني يعني كيمشي يركز ما هو نظري من مفاهيم من تعاريف من نظريات، ولكن ما كيعطيش اهميه كبرى لديك الوثائق الرسميه. مثلا شفنا غير التصحيح الاخير اللي كان تقاسموه الساده الاساتذه ديال التصحيح الامتحان المهني، كنلاحظوا بانه كاين بعض الاسئله ممكن احنا كاملين نجاوبوا عليها وما نختلفوش، ولكن الفرق هو ديك واحد تعطي واحد القيمه للجواب ديالك. كيفاش كنعطي قيمه؟ هاد القيمه باش كنعطيها بجوج حوايج، يعني اما الاعتماد على اسس اللي هي نظريه ووثائق مرجعيه، او حسن استعمال الجهاز المفاهيمي مثلا المجال المحدد. نعطي مثال، مثلا فاش واحد التمرين كيقول لي اي درس ولا مثلا ترتيب تاع الدرس، كنلقاو بانه كاين اللي كيجاوب يعني كيدير حسب مذكره التقويم وكيسطر على حسب مذكره التقويم، يعني هنا استعمل واحد المرجع. ولاحظوا حتى في الاطار المرجعي تاع الامتحان المهني راه من بين المراجع اللي كيعطونا في الاخر في الاخير راه كاين التوجيهات التربويه، كاين المذكرات الرسميه والوزاريه والوثائق الرسميه، يعني هنا بحال كنعطي القيمه للجواب ديالي. مثال اخر مثلا غنعطي مثلا في تحليل الاخطاء غنبغي نحدد واحد المرجعيه، غندير مثلا حساب تصنيف مثلا كذا، فان هذا الخطا يرجع مصدره الى او المصدر المحتمل هو، يعني هنا كنعطي القيمه. ولا مثلا كنجاوب وانا كنعتمد على التوجيهات التربويه، يعني كنقحم تما التوجيهات التربويه، يعني هذه الامور اللي خصنا نتلعبوا بها، يعني يكون عندي دوك الوثائق ضابطهم مزيان ونعرف فين غنستعملهم. مثلا ديك الكرونولوجيا ديال تدريس واحد المفهوم راه دائما غنعتمد على التوجيهات التربويه، يعني غندخل التوجيهات التربويه تما. هذه القضيه تاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال دائما غنقول بان التوجيهات التربويه بان تشير الى ان هذه قدره مثلا مستهدفه ترمي الى ونذكرها، يعني هنا غنستعمل يعني غنعطي الحجه والدليل باستعمال المراجع او الوثائق المرجعيه الرسميه. المساله اخرى هو مثلا وهذو بين الادوات اللي خصنا ناخذهم حنا من مجال ديداكتي، وهي استعمال سليم للمصطلحات، يعني مثلا ممكن انا نمشي نلقى مجموعه من المفاهيم، نلقى العائق، الصعوبه، المتغير ديداكتيكي، التمثل، مجموعه من المفاهيم، يعني كاين واحد الجهاز مفاهيمي اللي هو كبير ممكن اي استاذ كيمشي يقراهم، ولكن خصو هو ماشي ينتظر انه غيتعطى السؤال هو عريف ولا ممكن يتعطى، ولكن ايضا حسن استثماره في المكان المناسب، يعني انا كيبان لي هذا هو الاساس، يعني
ممكن ما نطرحش مثلا افكار بزاف، ولا مثلا نعطي واحد الجواب اللي هو انشائي، بقدر ما انا كنعطي واحد القيمه الجواب ديالي باستحضار هذا. لان ما ننساوش باننا كاساتذه بان دائما الوسائل اللي كنشتغلوا بها بكثره هي التوجيهات التربويه والمذكرات، وبالطبع دوك التقارير اللي كتصدر على الوزاره او المجالس او المجلس الاعلى للتعليم. وشكرا. السلام عليكم الاساتذه، اظن انكم كتسمعوني مزيان الان. هل تسمعون؟ شكرا، شكرا سي علي على هذا العرض القيم. واخا ما يعني ما تبعتو تكنولوجيا المعلومات والاتصال، اذا غادي نهضر حول على التجربه ديالي في الامتحان، وغادي نخص يعني الجانب ديال الديداكتيكي بما ان الجانب البيداغوجي تحيد. هو الجانب الديداكتيكي اقتصرته فقط على الدورات التكوينيه اللي نظمتها الجمعيه المغربيه لاساتذه الرياضيات سواء في نزيكان ولا في اكادير. يعني حضرت انا واحد الدوره اللي فيها يومين في اكادير، درتها الجمعيه في اكادير. الصراحه كانت واحد الدفعه قويه. علاش؟ لانها عطاونا شنو هما المراجع اللي غادي نركزوا عليهم، لان دابا داك باش تراجع راه واحد البحر تما ما تعرف كاع فين تبدا وفين تكمل. الوغ سي يعني كاين سي علي نيت وكاين سي بولامب الله يجازيه بخير، عطاونا بعد يعني المراجع اللي ممكن تمشيو تقراهم بعد يعني هذاك الشهر 7 والشهر 8. اعتكفت اعتكاف نيت تعتكف على هذوك المراجع. التوجيهات التربويه خصك تحفظها مزيان، خصك تاكلها. المذكره 192 الترتيب ديال الدروس بالنسبه للاعدادي، و 142 بالنسبه للثانوي الترتيب ديال الدروس والمذكره، يعني داكشي كامل خصك تضبطو. المقرر كامل سواء ديال الاعدادي ولا ديال الثانوي خصك تضبط المقرر يعني كما كان، تسرطو كما تنقولوا. اذا يعني بعد المراجعه جات هذيك يعني الاربعه ايام ديال شهر 9 اللي ندوناها في انزكان، وكان لها الاثر الايجابي بالاضافه الى هذاك الامتحان التجريبي. هذاك الامتحان التجريبي راه كان يعني واحد قوه كبيره بالنسبه لي انا، وحتى الاخوه الاخرين اللي حضروا معنا راه يعني استفدوا سواء في يعني نظريا ولا حتى داك التطبيق الامتحان التجريبي اللي درنا والتصحيح ديالو، راه كان يعني الاثر ايجابي يعني في المسار باش نرجعوا لهذاك الامتحان. دون ان ننسى ان حتى الامتحان ديال الديداكتيك ديال الاعدادي راه كان في المستوى، ماشي شي حاجه صعيبه. ان داك الدرس ديال الحساب المثلثي سهل، خصوصا اننا خدمنا الثلثات، دائما كنشد الثلثات، كتخدم الثلثات مزيان بالمكتسبات ديالو الامانه ديال يمشي لك الصوت. والصوت راه ما درنا ليه البلافون كاع ديال الكونيكسيون، ماشي مشكل غير كمل. المهم يعني الانسان خصو يضبط مزيان. دابا الحمد لله راه باقي واحد الشهر تقريبا ولا شهر ونص، اخواني اعتكفوا يقراو شويه دوك التوجيهات التربويه مزيان، يقراو حتى في داك الاول ديالهم، راه ماشي غير التوجيهات، تمشي للقدرات وهذاك الشيء اللي سميتو، تقراوهم باللغه العربيه اذا كان كاع تبغى تبيهم، ثم الكتب، وثم واحد الفكره اللي العام فايت فاش بغينا نديرو هذا الامتحان المهني، كنا الى كتذكروا الاخوان استدعينا هذاك السي حقاني واعتذر. علاش اعتذر؟ لانه هو اللي كان غادي يحط الامتحان. انا فاش عرفت هو اللي غادي يحط الامتحان مشيت ركزت على ديك الكتب ديالو، يعني هذه واحد النقطه، ركزت على ديك الكتب. نعم ركزت. بابا اسم محمد بابا. نعم هو عامة ماشي هو اللي حطو، كتكون لجنه كتعتكف تما كل مره وشكون كيكون المختص. المهم انا سمعت هذا الشيء، المهم انا سمعت بانه هو غادي يحط، انا مشيت ركزت على هذوك الكتب ديالو بالدرجه الاولى السنه الاولى والسنه الثالثه. الوقت كيداهمنا شويه. ماشي مشكل غادي نختصر. شكرا سي محمد بابا على التدخل ديالك. مرحبا. شكرا سي علي التاموسيت اللي كنسميه انا صراحه الموسوعه الديداكتيكيه. غادي نقراو دابا بعض الاسئله. شفت واحد السؤال طرح في الدردشه، قال بانهم كيفاش الاسئله
كيفاش الاسئله اللي كيتحط ما هي اسئله متوقعه في هذا الدومين دو تيس، وما هي اقتراحات الاجابه. حضرت واحد الامتحان في 2017 وكانوا سولونا قالوا لنا اقترح جوج ديال البرانيم واعطينا نقاط القوه، اعطي نقاط القوه البرانيم ونقاط الضعف. الاخوه اللي كيكتبوا عوض يكتبوا لنا هنايا، يتفضلوا ياخذوا الميكرو ويتفضلوا لنا. السلام عليكم ورحمه الله. ما عرفتش تسمعوني. السلام عليكم. كنسمعوك تفضل. تنشكر جميع القائمين على هذه الدوره التكوينيه والمؤطرين ايضا. غير في اطار هذا استعمال تكنولوجيا المعلومات في تدريس الرياضيات، بغيت مثلا علاش ما نناقشوا كما قالت الاستاذ في 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 التعليق الاسئله التي ممكن طرحوها في هذا الخصوص. مثلا ما هي شروط استعمال تكنولوجيا المعلومات، ولا مثلا ما هي مميزاتها. ذاك السؤال اللي قلتيه هو جا في امتحان ديال 2017، وكان هو اذكر بعض البرامج التي يمكن استعمالها في النشاط الثاني مهم، مع ابراز نقاط القوه لكل منها، ومثلا كيفية تدبير نشاط باستعمال وسائل. مثلا يقول لك مثلا بحال هذا السؤال، يعطي الخطوات المناسبة ولا يعطي أهم الخطوات لتدبير نشاط باستعمال وسائل التكنولوجيا المناسبة مثلا بحال هكا. ومتين كيفاش غنجاوبوا على هذه المسائل بحال هذه الطريقة؟ كيفاش غندبروا مثلا حصة باستعمال وسيلة مناسبة؟ كيفاش تختارها وكيفاش الشروط باش تختار هذه الوسيلة؟ كيف متي بالنسبة للتلاميذ واش سهلة واش بسيطة؟ وكيفاش غد تدخلها في النشاط التدبيري الحصة؟ شكرا. شكرا الأستاذ حميد بوحسين. كنتمنى من الإخوان اللي عنده شي دراية بشي برنام ولا اللي كيستعمل شي برنام عارف نقاط القوة ديالو نقاط الضعف يتفضل وشرحوا لنا، لأن نحن هنا في إطار دردشة ديداكتيكية. يعني اللي كيعرف شي برنام وديجا خدم به وعرف كيفاش كيوظفو هذا يتفضل ويحكي لنا عليه ويعطينا نقاط القوة ديالو نقاط الضعف شنو هما الدروس فاش كيخدم. هل من متطوع؟ شي أستاذ يتفضل. نضل سي توفيق، سي محمد توفيق عنده دراية كبيرة بالبرانيم. السلام عليكم. لا نادية، لا اختي البرانيم ما عنديش معهم، ربما شوية البرانيم اللي عندها علاقة بالتعلم معنا نسبيا من الوايت بورد لوان نوت لزوم المسطح. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل سي عبد الكبير. بالنسبة انا تنخدم ببرنامج جيوجبرا في الهندسة، كنت نخدم به وفعلا برنامج مفيد، تيسهل بزاف ديال الانشطة في تقديم ديال الأنشطة ديال الهندسة، بحال مثلا الزوايا المحيطية. يعني بالنسبة للتلميذ كيسهل عليه مثلا أنه يشوف داك الشيء تيتحرك، وهذا يعني ماشي فيكس، ماشي في مستوى ولا في تروا ديمونسيون كذاك في الهندسة الفضائية كيبان ليه داك الشيء. إذا هذا واحد برنامج مهم جدا، بالإضافة أنه مثلا في الهندسة التحليلية تتبان ليه معادلات مستقيم، وهذا اللي تيبان لي ان مستقيم راه عنده واحد الفورم الجبريك، يعني ممكن يعني نعرفوه معادله الى ذلك. لان كاين عده هذا في الايجابيات راه يعني مفيد في اختصار بعض الانشطه وكذلك تبسيطها للتلاميذ. بالنسبه للصعوبات يعني تكون غير صعوبات في الاولى، لان اغلب التلاميذ خصوصا اللي ما عندوش بزاف درايه بهاد الوسائل ولا يعني هذا تتكون في الاول، ولكن مع الوقت راه يعني سهل في الاستعمال، يعني غير توريه الطريقه. وهذا انا خصوصا كنت نخدم بواحد القاعات جيني كان فيها لي زورديناتور هذا، وكان دير سو فورم دي جروب، وكانت فيها في الاول يعني كانت بعض الصعوبات، ولكن مع الوقت يعني تداركنا هذا، ولا التلاميذ يعني تيعرفوا يرسموا مثلا نشاط، وهذا يعني نشاط تنوجهوا مثلا طبيعة الحال تنديروا واحد مثلا نشاط في بير بوينت يعني بالتسلسل،
وكيوج يعني كيديروا هذوك لي زيطاب كوم يلفو. بالنسبه للسلبيات ديالو صراحه ما عرفتش، المهم نقلب عليها عرفت. ايوا الله يسر. هذا هو البرنامج اللي تستعمل بزاف. الى سمحتوا الاساتذه واحد غير واحد المداخله بسيطه. بالنسبه لاستعمال هذه التكنولوجيا المعلومات والاتصال، ممكن نشيروا بانه كندمجوها جوج المواضيع، اما في بناء مثلا المفاهيم يعني في البناء، واما كنديروها في للدعم او معالجه بعض الصعوبات او الاخطاء الشائعه. نعطي مثال لإدماج تكنولوجيا معلومات في بناء المفاهيم. غناخذوا مثال وهو مثلا العلاقه بين الزاويه المركزيه والزاويه المحيطه تحتها نفس القوس، ولا زاويتان محيطتان تحتها نفس القوس. اذا هنا الا بغيت ندير واحد النشاط اللي هو استقرائي، يعني المتعلم يستخدم الادوات الهندسيه ويتحقق فعلا من العلاقه بين الزاويتين، غالبا ما غنتجاوزوش واحد الحالتين ولا شكلين او ثلاث اشكال ولا حاله او ثلاث حالات. في حين باستعمال البرنامج ديناميكي ممكن انني ندير عده حالات او العديد من الحالات حتى يبني المتعلم مضمونه سليمه. يعني ان هذه الادماج تاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في هذه الحاله كيجي به هدف، ليس البرهان ولكن بهدف تضمن وبناء مضمونه، على اساس انه النشاط كيكون وكما كنقولوا بان ذاك الادماج التكنولوجيا معلومات الاتصال راه ماشي معناه بان واحد الحصه كامله غدا بتكنولوجيا معلومات الاتصال، راه ممكن تكون واحد المقطع يعني اما في بدايه الحصه اما وسط الحصه اما في نهايه الحصه. يعني الا خدينا واحد النشاط ممكن في البدايه ديالو كندير ادماج تكنولوجيا واحد المحاكاه لادماج هذه التكنولوجيا على اساس بهدف بناء مضمون. إذا كان يسمح بالطبع التربوية، حين كنقول بأن بعض المبرهنات يتم قبولها عليها إذا كان مستوى التلاميذ يسمح بذلك، يعني هنا حسب مستوى التلاميذ. إذا هني ذات واحد المقطع ولا واحد ديالو أنه إدماج هذا المورد الرقمي على أساس بناء أو بهدف بناء واحد المضمونة، ثم بعد ذلك هو البرهنة على تلك المضمونة أو دحضها من خلال مثال المضاد. إذن هذا وضع. كاين وضع ثاني وهو أنني ندير واحد النشاط اللي هو بنائي ويكون برهاني، ثم جي في مرحلة ثانية على أساس التعزيز والتحقق، يعني أن المتعلم غير باش يتحقق فعلا بأن هذه العلاقة صحيحة، وممكن بحال دابا المبرهنة الطاليس المباشرة ممكن نبرهن عليها باستعمال داك النشاط المعروف ديال المساحات، وممكن التلميذ يتحقق من هذاك الشيء اللي توصل ليه من خلال البرنامج. ولا مثلا بحال في الإحصاء ممكن أن نبني واحد الوضعية فيها مثلا أحد الوسيطات الوضع، وممكن بأنه يعطيني النتيجة مباشرة، وبالتالي هنا كيكون الدور هو التحقق كما قلنا سابقا بأن هذا الاستعمال تاع الأدوات ممكن يأتي في إطار إنجاز أو إنجاز عملية بسرعة وهي كتحتاج مثلا وقت في ذلك. إذن هذه النقطة اللي بنشير لها بأنه وراء إدماج هذه الموارد الرقمية راه ممكن يكون في البناء، وإما على أساس التحقق أو على أساس التضمن أو على أساس بناء أو الدعم أو معالجة أخطاء وصعوبات. مسألة أخرى اللي ممكن تكون من بين السلبيات وهي أن المتعلم يستعمل هذه الأدوات كأداة كبرهان. يعني نعطي مثال وهذا ما عندوش علاقة بالبرنامج مباشرة، ولكن ممكن أن المتعلم يستعملها في هذا الاتجاه، يعني أن المتعلم كيشوف الطريقة باش تبدأ بها النشاط، وممكن إلا درنا مثلا غير الجزء الأول باستعمال ديك التكنولوجيات، وبالتالي المتعلم كيولي يقول راه غير هذه التكنولوجيا كافيه ولا داعي للبرهان، في حين اننا احنا سطرنا بان الهدف من هذاك الادماج هو بناء مضمونه وسيتم البرهان عنها لاحقا.
من بين الأسئلة اللي ممكن مثلا تطرح، ممكن ناخذ أي جزء من التوجيهات التربوية اللي كتشير فيها الإمكانية استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إدراء في بناء مفهوم معين، ونحوله لسؤال هي باستعمال برنامج معين أو أداة معلوماتية معينة لبناء مفهوم كذا. وهنا راه بحال كنبني نشاط، يعني ممكن يدير لي واحد الجدال ديالو ونحدد القدرة المستهدفة ونحدد المكتسبات القبلية ونحدد المورد الرقمي أو البرنامج اللي غنستعمل والقيمة المضافة ديالو ونعطي بهذا الشكل، وشنا من الخطوات ديالو وشنا من الصعوبات أو الصعوبات المحتملة. إذن هذا ما في الأمر، وكنشكركم على التتبع ديالكم. شكرا سي علي تموسيت. باقي عندنا مازال اسئله في الدردشه. كاين استاذ سول قال بانه السلام عليكم، شكرا على الدوره التكوينيه. سؤالي استاذ عبد الله اكوش، سؤالي جاء في بعض الامتحانات المهنيه السابقه بخصوص دراسه اخطاء التلاميذ بعض المصطلحات من قبيل فهم، تواصل، إنجاز، مصداقية، الدقة، الوضوح، وأود من له فكرة عن المصطلحات إعطاء فكرة عنها، وشكرا جزيلا. كنظن سي علي تموسيت وقيلا كنظن هادشي اللي جي في الدورة اللي غتقدم لنا أنت ولا لا سي علي تموسيت؟ أيه إن شاء الله راه غيكون واحد الجزء فيه هاد دوك المعايير ديال معايير مناقشه ولا معايير تحليل جواب ديال المتعلم، يعني هذا راه ان شاء الله راه جاي. شكرا سي علي تموسيت. اذا كنظن بانه جبنا الاستاذ. استاذ راه الدوره اللي جايه ان شاء الله اللي غنديرها لنا سي علي تموسيت هي اللي كتخص غتجاوبك على هذا السؤال اللي طرحتي ان شاء الله. الأساتذة اللي عنده شي سؤال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفاش؟ غير بخصوص السؤال اللي كنت طرحتي في البداية ديال مميزات كل برنامج، غير كإشارة أن في الدليل ديال دليل إدماج تكنولوجيا المعلومات وقيل الله الموثيقة الرسمية في تدريس الرياضيات السلكي الثانوي الإعدادي، ما فيها شي مسائل اللي تقدر تفيد. مثلا في جوجيبرا، برامج جوجيبرا جا فيه عده مميزات. مثلا الى بغيتي نقرا مثلا شويه، قال لك يجمع هذا البرنامج جوجيبرا يجمع بين الهندسه والجبر والحساب، وهو برنامج فعال وسهل الاستعمال بالاضافه الى انه حر المصدر. يعني تذكر مجموعه من المميزات ديالو من نقاط القوه، وكذلك البرنامج ديال كابري وشحال من حاجه، وفيه زعما عدة مواضيع اللي خص الأستاذ يطلع عليها. من بين مثلا المواضيع أن مجالات استعمال تكنولوجيا المعلومات جاء فيها أن من المجالات أربعة: المجال الأول البحث عن المعلومات، المجال الثاني اكتساب المفاهيم والمنهجيات، الثالث الإنتاج والإبداع، الرابع التواصل والمشاركة. المهم فيها شحال من حاجة، غير كإشارة باش اللي بغى يطلع عليه يشوف المميزات ديال كل برنامج ومسائل. واحد الفكره استاذ ممكن نزيدها، هو بعيد المحاتم ديال مثلا جيوجبرا، هو داك المرور من اطار الى اطار، يعني بثلاثه، يعني انه راه كنشتغل انا في اطار هندسي واطار دالي، وكنعطي كمثال ممكن كنشئ واحد الشكل هندسي في جيوجبرا وكنحدد واحد المساحه، يعني بطريقه اوتوماتيكيه ممكن الا كان عندي واحد المتغير في واحد الكورسور كنربطها بداله، وبالتالي كيولي عندي الشكل الهندسي مرسوم والدالة التي تعبر عن المساحة هي مرسومة، ومن هنا ممكن ندرس التغيرات ونشوف دوك المطاريف. وأيضا كاين جانب آخر اللي هو داك الكالكول فورمال، يعني أن جيوجبرا راه ممكن يدير فيه الحساب الحرفي وحل المعادلات، يعني ممكن، وفي الإحصاء. يعني هنا ممكن كنمر أنا من إطار إلى إطار بواحد ثلاثة، يعني ما يمكنش يعطي لي واحد البرنامج آخر، يعني هادو بين الأمور. بالإضافة إلى ما قلت أنه مفتوح المصدر وأنه راه في ديك الجانب الديناميكي.
شكرا سي علي التماسي، شكرا استاذ بوحسين. استاذ بوحسين الا كان ممكن تقراهم لنا الا بغاو الاخوان، تقرا لنا هذوك اللي هذاك المصدر اللي كاين عندك الا كان ممكن. مرحبا بك، مرحبا. المهم هو موجود في الانترنت، هو الله المصدر رسمي سميتو الدليل البيداغوجي لادماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تدريس ماده الرياضيات بسلك الثانوي الاعدادي. نقرا مثلا ديال نقرا ديال جوجيبرا ونقرا ديال كامل. قال لك برنامج جوجيبرا يجمع هذا البرنامج بين الهندسه والجبر والحساب، فهو برنامج فعال وسهل الاستعمال، بالاضافه الى انه حر المصدر ومجاني، كما انه يشتغل على عده منصات تشغيل بلاتفورم وواجهات استخدامه متوفره بعده لغات ومن بينها اللغه العربيه، ويمكن تحمله فيه، كما انه وفي نفس الموقع يمكن العثور الموقع ديال جوجيبرا على عده مساعدات على كيفيه التشغيل وعلى منتدى النقاشات، كما يمكن العمل على البرنامج مباشره من على الموقع. بالنسبه لواحد البرنامج اخر سميتو تراس اون بوش هو برنامج للهندسه الديناميكيه المتحركه، يستعمل في اشتغال تقنيه الفلاش، كما انه مفتوح المصدر ومجاني، ويمكن استعماله مباشره على الموقع الالكتروني او تحميله وتثبيته في الحاسوب. والاشاره فان هذا البرنامج انجز من طرف اساتذه الرياضيات بهدف استعمال في الانشطه. المهم الى نكمل القراءة المسائل الاخرى ديال جابري مثلا. المهم هو موجود، المصدر موجود في الانترنت. لي نكمل القراءة. ابتدى نادي واحد الفكره. تفضل سالي. واحد القضيه ملي ذكر الاستاذ هذا ماتون بوش مع جيوجبرا، هنا بات لي واحد المقارنه، هو انه في جيوجبرا يعني ممكن نقولوا بان في واحد ماشي اشكال، ولكن واحد الجانب اللي ماتون بوش اللي احسن من جيوجبرا، هو ان في الجانب تاع الهندسه ان ماتون بوش الا بقيت كنذكر مزيان بانه كيسمح بانه بتبيان او ابراز الادوات الهندسيه، يعني انه ممكن يعني باستعمال الماتوبوش ولا بعض البرامج ديال الصبورات التفاعليه انه كنبين ديك الادوات الهندسيه في الانشاء. اما في جيوجبرا فالشكل كيتم بطريقه اوتوماتيكيه، مثلا بترسم مماثله ما كيبينش ليا الخطوات، وهذه بين الصعوبات، لانه مثلا الا درت في درس التماثل المحوري ولا التماثل المركزي ولا الازاحه ولا اي تحويل نقاطي وغنستعملوها مباشره، التلميذ ما غيعرفش الميكانيزم ديال انشاء هذوك العناصر الهندسيه، في حين ان بعض البرامج اللي ممكن فيها مزوده بادوات هندسيه، يعني ممكن ندير الامكانيات اللي نرسم مباشره حسب الاضرار اللي معده مسبقا، او انه نبرز دوك الادوات الهندسيه ونقوم بانشاء الاشكال. فكره اخرى، لانه غالبا الامثله اللي تعطات مشينا بزاف ما هو يعني جيوجبرا والسلك الاعدادي، كاين واحد الامثله اللي ممكن نستعملو فيهم الاكسل، يعني كاين المثال الاول وهو الاحصاء، وهذا بالطبع هو مثال معروف، والمثال الثاني هو التقارب تاع المتتاليه، يعني التقارب تاع المتتاليه، ولا بصيغه اخرى ديك التفرع الثنائي، يعني انه ممكن نستثمروا الاكسل في دراسه تقارب متتاليه او بصفه عامه نهايه داله عدديه، يعني هنا راه ممكن نستثمروا، ممكن نفكروا في طريقه لادراج نشاط كيستهدف سواء طريقه التفرع الثنائي في تقريب حل المعادلة أو في تقارب متتالية أو في تحديد النهاية. وشكرا. شكرا سي علي تموسيت، كما كتشوفوا تبارك الله وأستاذ اللي هو معطاء، شكرا جزيلا. هنا كاين واحد السؤال بان لي في غرفة الدردشة. أستاذ رضا عبد الصمد كتب لنا، قال لك تم الإشارة في المذكرة الخاصة بالامتحان إلى التوجيهات الجديدة، هل خرجت هذه التوجيهات؟
الأساتذة اللي عنده شي جواب على هذا السؤال يتفضل يكتب جهات السلام جديدة. عليكم. وعليكم السلام، تفضل أستاذ. أظن تقصد الأطر المرجعية في المذكرة اللي جات فيها أن هناك أطر مرجعية دارتها الوزارة في الست، ولكن ما كايناش. واش واقيلا شرط فقط ديك ديال اللي كاينين ديال 2016، ديك الأطر ديال الامتحان المهني ديال 2016 هما اللي كاينين لحد الآن، وأن المذكرة الأخيرة قالت أنهم كاينين. واش تقصد ديال 2016 ولا كاينين محينين ديال 2020؟ لحد الآن المهم ما كاينش، لحد الآن تنقل في السيت، ومعظم الأساتذة ما الأطر غير موجودة في موقع الوزارة. الأساتذة اللي عنده شي جواب على هذا السؤال يتفضل، اللي عنده شي جواب، لأن نحنا كنعاود نكرر أن نحنا في دردشة ديداكتيكية، اللي عنده شي جواب يتفضل. كنظن بأن حتى واحد ما عنده إجابة. نفضلوا غادي نطرحوها على المكون، حنا نطرحوها على سي محمد جمال، أو نحاولوا نقلبوا على الإجابة، والدورة التكوينية الجاية إن شاء الله نشوفوا إذا كانت عندنا الإجابة راه غادي نتقاسموها كاملين إن شاء الله. وكنعاود نذكر أن هاد الشاشة اللي كطلع لكم وهاد البريزونطاسيون اللي كاين هنايا راه ممكن تيليشارجيوه، ممكن تيليشارجيوه انطلاقا من الشاشة هنايا، كيكون على اليسار الأسفل، على اليسار كيكون واحد السهم أسود، إلا كليكيتو عليه راه غادي تيليشارجا بي دي إف أو لا بريزونطاسيون اللي كاينة. إذا الأساتذة اللي عنده شي تدخل ولا اللي عنده شي سؤال بغى يطرحه على الإخوان يتفضل. أستاذ قال لنا ممكن تزودونا بدليل استعمال تيس. سي محمد توفيق، هو هذا البيداغوجي العام لإدماج تكنولوجيا المعلومات والإنصات في التعليم، هو هذا الجواب ديالك أستاذ. راه ممكن سي محمد توفيق راه ما طالعش. نعم نادية شارجيو. نعم نادية معك. اللي البيداغوجي العام ما طالعش لينا كيفاش نتيليشارجيوه، طلبوا واحد الاستاذ ولكن داك السهم باش كان تيليشارجيوه ما طالعش. ها هو دابا، ها هو نقدم لكم دابا صافي، ها هو طالع. استاذ اللي سول راه كاين واحد السهم في الاسفل على اليسار، في الاسفل على اليسار الا كليكيتي عليه راه غادي تيليشارجا لك، هو هذا. دوز السي محمد توفيق، دوز لينا الصفحات ديالو. سي يوسف علال الهلالي، شوف دابا راه كيطلع، انا دابا راه طالع عندي، شوف راه كيطلع، شوف الا ما طلعش جاوبنا دابا انا طالع عندي كاين في الاسفل على اليسار. لا نادية راه كاع الملفات راه داينهم قابله للتحميل، يكفي انه تشوفوا هذا الملف اللي باين قدامكم مثلا في هذه الحلقه ادماج التكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعلم، راه كما قلتي لتحت على اليسار راه كاين واحد السهم، هذاك السهم اللي كتكليكي عليه راه كيشارجا الفيشي. صافي راه شافوا دابا، راه جاوبنا قال لك جيد جيد جيد، شكرا استاذ. يلا اساتذه اللي عنده شي بحال هذا، والاستاذ دابا عطانا فكره وصدقنا خدينا واحد المورد اخر، اللي عنده شي فكره يتفضل. سي علي التموسيس كيكتب لينا، تفضل السي عبد الكبير. السلام عليكم. بالنسبه الى كان شي اساتذه ديجا دوزوا الامتحان يتقاسموا معنا التجربه ديالهم كيف التعامل مع الامتحان، خصوصا اللي ناجحين اللي نجحوا بخصوص الطريقه ديال الاجابه، مازال لحد الان مازال ما عرفش طريقه الاجابه واش يعني نجاوبوا بطريقه انشائيه او على شكل عوارض افضل، اشنو هو الافضل؟ سي عبد الكبير وسعدان، كاين عندنا كاين دابا غير سي محمد بابا، كاين سي علي تموسيت، هادو من بين الناجحين. حيتي كما كتعرف كانت اليوم كانت مبرمجه علوم التربيه، ولكن مني تحيدات صافي ما مبريباريناش اننا ناديو على اللي نجحوا، نادينا عليهم ولكن كل واحد كانت عنده ظروف شخصيه اغراض شخصيه، يعني حيت الوقت كان ضيق باش اننا نعلمناهم ما علمناهمش بكري. كنقول انه ملي نساليو الدوره ان شاء الله نحاولوا نبرمجوا نعلموهم من دابا ونوجدوا ليها مزيان ونعلموهم من دابا. وسي محمد بابا يتفضل، راه الوحيد اللي معنا الحال الان هو سي محمد بابا وسي علي تموسيد. سي محمد بابا، واش جاوبتي على شكل عوارض ولا جاوبتي على شكل طريقه انشائيه؟ الا كنتي كتسمعني تفضل
والاخرون راه غيلتحقوا بنا ملي غتسالي الدوره ان شاء الله، يعني في النهايه. محمد بابا تسمعني؟ بالنسبه للسؤال ديال جاوب على شكل عوض ولا طريقه انشائيه، اذا كما قال الجواب ديال السي علي كنت مع شخصيا لواحد خصو يعطي من الجوابيات ديالو، يعني مثلا كل حاجه كبيره التقويم ولا كما تنصوا التوجيه التربويه، يعني الواحد الجواب ديالو بغض النظر جواب انشائي ولا عوارض. وعليكم السلام، تفضل الاستاذ. سمحوا لي وقع لي في اطار الاغناء والمناقشه، كنظن على حسب دوك مثلا دوك العناصر الاجابه اللي شفنا ديال 2019 ولا في الثانوي ديال 2016 مثلا، ان الاجابات تتكون كما تتقال على قد السؤال بدون ذاك الاطناب انك تذكر الشق النظري مثلا قال لك مصادر الاخطاء، مش تذكر لي البيداغوجيا ديال الاخطاء ولا شي حاجه اللي ما مطلب منك ذاك السؤال، غير مطلوب انك تذكر لي الشق النظري ديال البيداغوجيا ديال الاخطاء ولا الفريقيه، انك غتجاوب مثلا كما قال السي علي انك غتجاوب حسب مثلا تصنيف بروسولي الاخطاء حسب فهمتي حسب التوجيهات التربويه كمرجع، ولكن ماشي يكون الاطناب في الشق النظري. ديداكتيك خصوص الامتحان هو شق عملي، خصك تجاوب بواحد الطريقه اللي هي محدده، مثلا حدد المصادر الاخطاء، غتجبد الاخطاء وغتحدد المصادر ديالهم باينه، تقدر كاع دير جدول ويكون الجواب صحيح في رايي والله اعلم. تحدد مثلا قال لك حدد تدبير نشاط، غدير خطوات تدبير نشاط بلا ما تقدر بلا ما دير داك الشق النظري، علاش غيفيد؟ لحقاش ما مطلوبش اصلا. مثلا بحال هذا السؤال ديال اللي جا في امتحان 2017 ديال اذكر مميزات كل برنامج، كل برنامج من هذه مثلا فيه شويه ديال الاخر تذكر ولكن على شكل عوارض فحسب والله اعلم. ثم عندي واحد تساؤل استاذة ناديه بخصوص الامتحان التجريبي اللي قال بابا سي بابا، واش حنا غيكون عندنا امتحان تجريبي وكيفاش غيتداري اللي غيكون؟ مع شفت في البرنامج ان هناك تصحيح الامتحان التجريبي، واش غندوزو شي امتحان تجريبي كل واحد مثلا عاد نصحوا ولا كيفاش؟ وضح هذه الفكره الله يجزيك بخير وشكرا. شكرا استاذ حميد بوحسين. فعلا كاين امتحان تجريبي، هو غيكون عندنا هنايا امتحان ملي غادي تسالي يعني ملي غادي تسالي الدوره النظريه في الديداكتيك، وغادي نرسلوا لكم امتحان تجريبي، وكنتمنى ان الاساتذه تلتزموا يعني بثلاثه ساعات، حيت ديك المره كانت الدوره كانت حضوريه، يعني كان امتحان تجريبي كان حراسه المهم اشكليه، ولكن كان ثلاثه ساعات كان امتحان في القاعه. دابا ما للاسف ما نقدروش نديرو حضوري عليها، كل غنصيفطوا لكم حنا الامتحان في الايميل ديالكم، كلكم غتوصلوا بالامتحان في الايميل ديالكم، وكلكم غتحاولوا ديروا ثلاثه سوايع تجاوبوا على الامتحان يعني بالطريقه العاديه بحال راه عندك امتحان مهني، ومن بعد ان شاء الله غنديروا التصحيح مع السي محمد قمال. ديك الساعات فاش غادي نديرو التصحيح غيكون ديال الثانوي التاهيلي بوحدو وديال الثانوي الاعدادي بوحدو، وغيكون نهار ديال الثانوي الاعدادي غيكون فيه التصحيح، وغيكون نهار ديال الثانوي التاهيلي. وديك الساعات راه غادي نناقشوا مع السي محمد قمال بصفته هو كان مفتش سابق وكان هو كيصحح الامتحانات المهنيه، غادي نشوفوا معاه هاد القضيه ديال واش يكون عوارض او لا يكون على طريقه انشائيه ان شاء الله. سي محمد بابا واقيلا ما كيسمعنيش حيت كنعيط ليه. سي محمد بابا الا كتسمعني جاوبنا على الطريقه باش جاوبتي، واش جاوبتي بطريقه انشائيه ولا طريقه عوارض؟ والله اعلم الا كان قال لنا عوارض. تفضل اسمع. زين اخوان بخير. اذا بالنسبه للاجابه هو حسب السؤال، كاين الاسئله اللي غدير فيها يعني عوارض، وكاين الاسئله دير فيها جمله، وكاين الاسئله اللي دير فيها واحد الفقره، ولكن في الغالب بالنسبه للديداكتيك الاغلب العوارض قال لك شنو هما الاهداف التعلميه ديال هذا المقطع، راه دير لي الاهداف التعلميه هي جوج عوارض ولا ثلاثه، يعني بلا ما تكثر وبلا ما تبقى تعاود في الهضره تما. مثلا قال لك شنو هو الامتدادات ديال هذا المفهوم، غادير لي امتدادات كذا كذا كذا، يعني عوارض امتدادات كذا، يعني في المستوى
مثلا الدورة الثانية ولا هذاك الدرس اللي تعطانا هو ديال يعني الحساب الإنجليزي الدورة الثانية ديال الجدع المشترك اللي عطانا ديال الثالثة إعدادي. كاين الأسئلة مثلا هذاك ديال الأخطاء كدير تقدر ديرهم في الجدول يعني حسب السؤال. أما بالنسبة لهذوك الفقرة وداك الشيء راه في الغالب ديداكتيك ما فيش هذاك الشيء ديال الأغلبية ديداكتيك راه عوارض ولا جدول ولا تقريبا بحال هكا. دابا هذاك يعني الطريقة اللي درت أنا في الديداكتيك والأغلبية كاع ديال الأساتذة راه هكا دايرين أغلبية في الديداكتيك والله أعلم. إذا كاين شي سؤال آخر سي محمد بابا كاين واحد السؤال سولو لك واحد الأستاذ قبيلة قال لك أشنو هما المراجع اللي اعتمدتي عليهم باش بريباريتي الامتحان باش وجدتي الامتحان شنو هما المراجع؟ المراجع كاين التوجيهات التربويه مزيان قريت هذيك التوجيهات التربويه مرات عديده بحال قلتي حفظتهم. كاين هذيك المذكره 192 ديال التقويم كاين هذيك الدليل اللي عرفتو دروك الدليل البيداغوجي ديال التيس تا هو قريتو. المهم هذا فيما يخص هذا الجانب ديال الديداكتيك. ثم الكتب الكتب ديال التلميذ يعني اغلبيه ركزت يعني الثالثة. ومن بعد الأحيان راه ندرسو تنربط هذاك الشيء بداك الشيء تندير في القسم ما كنهضرش غير أنا تحاول أن أربط يعني الأجوبة بما أقوم به خلال الفصل باش حتى المصحح كتوصل ليه الفكرة بأنك أنت درتي ليه التجربة ديالك ماشي غير حافظ وكتحط ليه كتربط ليه داك الشيء بسميتو ديالك الله أعلم. ثم تقريبا يعني ما يخص الديداكتيك الحمد لله هذاك المجال البيداغوجي هو اللي الديداكتيك تقريبا إلى غير رجعتي الكتب يعني سواء بالنسبة للإعدادي ولا بالنسبة للثانوي قرارات طلع عليهم ركزوا واحد الخطأ اللي كانوا كيرتكبوه الإخوان يعني الأساتذة هنايا في إنزيكان ما عرفت واش جميع يعني الجهات فيهم هذا الاشكال هو ان الاغلبيه مثلا المفتشين كيديروا واحد التوزيع الدوري ولا التوزيع الجهوي ديال الدروس هنا في زكان راه كاين هذاك التوجيه اكادير بصفه عامه كاين ديك التوجيه ولكن راه في ذاك الامتحان المهني تيطلب منك تجاوب حسب المذكره 192 مثلا في السنه الاولى اعدادي الفرد الاول اشنو الدروس اللي فيه بالنسبه لهذاك المذكره في الدرس ديال النمبر لي نمبر اونتي اي دي سيمو و لي فراكسيون هذا هو اللي كاين ولكن في هذاك التوزيع اللي تعطانا راه فيه هذاك لي نمبر دي سيمو اي اونتي وفيه لا دغوات دو لو بلون وفيه لي سيرفاس و لي بيريمتر عاد فيه لي فراكسيون يعني كاين واحد التغيير هنا هذا غير مثال بسيط. ثم راه كاين بالنسبه للثالثه اعدادي كاين اللي كيسبق المتطابقات العامه وكاين اللي تيسبق الجذور المربعه يعني هذاك الترتيب راه مهم لان من بين الاسئله اللي تعطيو اشنا اللي تعطاو اشنا هو الترتيب ديال هذا الدرس هذا في التوزيع حسب المذكره مثلا 192 ولا اشنا الفرض تاعك مثلا الفرض يقول لك الفرض ولا الدرس الفرض الاول ولا الثاني ولا كذا يعني بحال هذه الاسئله هذو يعني خصكم تركزوا على هذيك المذكره 192 في الغالب هذه هي اللي كتعطى الله اعلم. اذا كاين شي سؤال اخر ولا الى ما واضحش هذا شكرا محمد بابا. بالنسبه شفت واحد السؤال في الدردشه واحد الاستاذ قال لك شنو هما الكتب اللي قصدتي اللي بغيت نجاوب ان الاستاذ محمد بابا راه قصد لكم الكتب المدرسيه ياك سي محمد بابا راه كاين الكتب المدرسيه لا الكتب المدرسيه مسار ديال سي محمد جمال كاين المفيد ديال السحقاني كاين بانوراما هما هذوك اللي رجعت انا هذوك اللي رجعت انا لا رجعت انا ديال هذاك ديال يعني ديال المسار كتب ديال المسار وديال الحقاني ديال كاين المفيد في السنه الاولى وكاين المسار في السنه الثانيه وكاين المفيد في السنه الثالثه هاد الثلاثه علاش ركزت في المؤسسه سي محمد بابا. اما كاين المؤسسه اللي عندهم مسار كلشي كاين دابا كاين دابا اللي كاين دابا بانوراما كاين المحيط دابا راه دابا هذا العام الاشكال اللي كان دابا هذا العام واش استعلي لا سمحتي واش هذا الامتحان غادي تحط بالفرنسيه ولا باللغه العربيه
واخا نشوفوا سي علي. تفضل سي علي. سي علي سي علي تفضل سي علي. سي علي تموسيد. سي علي مش علي نوقع الخط واخا جزء اخر. مهم ياك هذا هو الجواب ديالك السي بابا ياك. أيه. والكتب ما تعرفوش دابا دابا راه العام في تسناديه العام فايت يعني السنه الماضيه هذا البانوراما وهذا راه مازال يعني هذا البانوراما جا في هذا العام ديال فرنسا يعني مازال ما كاين هذاك الشيء كاين دابا كناخذ من هذوك الثلاثه اللي كاينين في الاغلبيه وكاين شي بغيت فيهم الواحه كاين شي بغيت فيهم الواحه كاين الواحه كاين المحيط كاين المفيد كاين المسار. انا كنت حضرت واحد الدوره تكوينيه عطاش وكانوا قالوا لينا بانه غادي يولي تولي تناقش تولي صوروا لك صفحه من الكتاب المدرسي وتناقش بحال كتناقش صاحب الكتاب ولكن اش من كتاب هما ماشي ديما يدي غيحطوا ماشي ديما غيحطوا نفس الكتاب يعني راه كل مره غيحطوا كتاب. اذا انا كاقتراح من عندي من الاحسن ان الاساتذه يراجعوا جميع الكتب كاقتراح. ولا بابا تفضل انت جاوبني. نعم 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 نشوف السي علي نشوف السي علي هو الاول. تفضل تفضل السي علي. غير واحد القضيه هو هذه المساله اللي قال الاستاذ ناديه ديال الكتب المدرسيه هو من الاحسن الواحد يكون عنده الكتاب ولا كان عنده حتى الدليل المرافق ديال الكتاب كيكون احسن ويمشي يشوف النشاط ويمشي يشوف هذيك القراءه اللي داروا في النشاط ولا داك تحليل النشاط لانه ممكن انه هذاك النشاط اللي تقترح هذاك التحليل ديال النشاط اللي كاين يعني مشى لك الصوت انا عم داكشي اللي قلت عليه هو هذه الفكره اللي كنت انا غادي نقول ديال الكتب والدلائل. دابا فاش كنعاد ديال الفرنسي الاغلبيه راه يعني الكتب دايرين الدلائل لا بانوراما لا المفيد لا اسميتو راه ومتوفر البي دي اف على شكل بي دي اف ممكن الانسان يعني امبريمي. وصراحه كنت كامبريمي لان داك البي دي اف راه صعيب تقرا فيه شويه وصعيب يعني تشد فيه شي حاجه. انا كنت كامبريمي هذوك وتنديرو من الفلوغيسون تنقرا بحال داكشي اللي كنا كنديرو في الكليه الا يعني كتحفظ شي حاجه كتقرا شي حاجه كتقرا شي درس. دونك هاد لي كيد راه متوفرين. انا عندي واحد ثلاثه ديال اللي كاينين ديال المفيد عندي شي حاجه ديال التنسل غير اللي استئناسي بغيتهم راه نشرتهم في هذاك الجروب ديال جهات سوس مسا الاساتذه ديال جهات سوس مسا. عندي الكتب ديال التنسل ديال الاعدادي وديال المفيد اللي بغاهم راه ممكن نصيفطهم ليهم الى بغيتو باهم الاخوان. احمد العنق استاذ احمد العنق تفضل يلا قري الكلمه ديالك تفضل استاذ. السلام عليكم استاذ. اذا كان ممكن اذا كان عندك الدليل ديال المفيد ديال السنه الثالثه اعدادي وايضا ديال المحيط. شكرا على المشاركه التجريبيه. كاين شي سؤال؟ واحد استاذ سول قال لك واش نبداو بالجذور المربعه ولا نبداو بالحساب العددي. تفضلوا تفضل سي محمد سي حميد بوحسين تفضل. حقيقه عندي واحد السؤال ملي قلتي واش عندكم مثلا السؤال ديالي للسي بابا واش نقطه ديال التفتيش النقطه ديال التفتيش كان واش تلعب واحد الدور تما في النجاح في الامتحان. كاين اللي تيقول مثلا راه اللي جاب 17 راه 14 اللي عنده 14 في التفتيش في نقطه المفتيش راه صعيب ينجح في الامتحان المهني. واش كاين شي علاقه؟ شكرا. واش نقول لك السي بوحسين هذاك الشيء صراحه هي الارزاق. انا عندي 17 في التفتيش هي صراحه النقطه ديال المفتش وديال المدير كيعاون النقطه ديال المدير وديال المفتش كيعاون ولكن هذا لا يعني ان الا عندك 14 ما غاديش تنجح وهذا لا يعني انك الا نجحتي راه ما درتي والو في الامتحانات تقدر تجيب كاع 15 وما تنجح بوم. ولكن داكشي الارزاق الانسان يتوكل على الله ويدير واحد المجهود وديك الساعات ما غاديش يبقى فيه الحال غير الانسان يخدم هو المهم. النقطه ديال المفتش راه عندها يعني الدور ديالها النقطه ديال المدير حتى هو
عندها الدور ديالها، تقدر كانت تطلب المدير تبدل النقطة، وكذلك سميتو يعني الاستعداد للثورة عنده أهمية. السلام عليكم. السلام سي حمد، السلام. وي السلام عليكم، كتسمعوني؟ نعم كنسمعوك، تفضل. دابا التسميح كان عندي مشكل في الكونيكسيون يمكن. المهم تحيه تحيه للساده الاساتذه، تحيه للسي علي تموسيت الدكتور علي تموسيت، تحيه لاعضاء المكتب الاقليمي للجمعيه المغربيه لاساتذه الرياضيات بعين زكانيت ملول. انا غنقدم غير كاضافات وغنناقش النقطه الاولى اللي بدينا منها، هل الاقتصار يعني نحاول نعطي غير وجهه النظر ديالي في الاقتصار، على هل الاقتصار على يعني امتحان ديداكتيك سيرفع من نسبه النجاح بالنسبه لاساتذه الرياضيات؟ صراحه راه امتحان ديداكتيك هو المهدد، هو المهدد للنجاح. إذا كان رجعوا للممارسة المهنية تقريبا، ماشي هي السبب في الرسوب ديال الأساتذة الرياضيات، الإشكال هو الامتحانات ديال الديداكتيك. إذا كتلاحظوا غير بالنسبة لبعض الأسئلة في الديداكتيك، حنا غير في المناقشات ديالنا وما كنتفقوش عليهم، كاين بعض الاسئله اللي كنتفقوا عليهم ولكن الاغلبيه ما كنتفقوش، يعني حتى الغياب ديال عناصر الاجابه يعني من 2008 من 2009 للان كاين غير واحد تقريبا واحد العناصر الاجابه بالنسبه ل 2016 بالنسبه لتاهيلي، و في هذه الاواخر سعلي لاحي واحد عناصر الاجابه بالنسبه لتاهيلي واحد لاباج، وبالنسبه ل الاعدادي لاح واحد دو باج ولا تروا باج وناقصه واحد لاباج ثاني. اذا هنا انا كنطرح على واحد التساؤل، هل هاد المفتشين اللي اوتوماتيكمون كيشدوا عناصر الاجابه علاش ما كيديروا غير واحد الصدقه جاريه انه يصوروا دوك عناصر الاجابه ويلفوهم؟ يعني من هاد عناصر الاجابه كون كان عندنا عناصر الاجابه من 2009 الى الان، يكون بان عندنا على الاقل واحد غيكون عندنا واحد يعني واحد التصور ديال الامتحان ديال الديداكتيك وشنو مطلوب وشنو هو غير المطلوب وشنو هو، ولو ان العناصر الاجابه راه كتكون غير عباره غير ماشي الاجابه كامله، فيها فقط غير شنو هما النقط الرئيسيه. مهم بالنسبه للاشكال اللي كاين هذه السنه، كاين بعض الاسئله اللي كيسولوا على واش الامتحان ديال الديداكتيك يتعطى بالفرنسية أو باللغة العربية. أظن أن الوزارة غادية في هذا المسار أنه جميع الامتحانات المهنية غتكون بالفرنسية، ولكن هاد السنة إلا كان شي مستجد غيكون كما كيديروا التلامذ، غيتعطاك بالعربية وبالفرنسية، ولكن في أفق أنه واحد عامين ولا ثلاث سنين أوتوماتيكمون راه غيصبح بالفرنسية، كما كنشوفوا في التفتيش أنهم غادي نتاهما في الامتحانات في الامتحان الاخير فيه شويه الفرنسيه وشويه العربيه، في حدود ان هذا الشيء كامل ديديكتيك تعطى بالفرنسيه. اللي كان اوصي به الاساتذه انه في الوضعيات انهم اللي كيتعطاك واحد التمرين خصوصا بالنسبه للاهلي، واحد التمرين التحليل ديال سميتو هو التمرين قبل ما تشوف انت الاجابات ديال التلامذ خصك تجاوب عليه، يعني ديك الاجابات ديالك وخصك تصور انه توقع جميع الاجابات، يعني حتى تجاوب عليه انت مزيان وسميتو عاد تشوف الاجابات ديال التلاميذ، لان يعني في الاجابه ديالك كيبان لك اش المستوى فاش كاين، اش المستوى يعني اذا نقصنا فيه شي حاجه واش ممكن نزيدو المستوى اللي لتحت، إذا زدنا فيه شي معطي آخرين واش نطلعوا المستوى اللي هو يعني المستوى اللي هو يعني أكثر إلى آخره. يعني هنا بالنسبة للتحليل ديال المعطيات سميتو التجاوب هو الأول على يعني التمرين أو الوضعية ولا كيفاش، عاد تقرأ الإجابات ديال التلاميذ. غير بالنسبة لهاد إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال، هو موضوع مهم جدا،
موضوع مهم جدا، كيتعطى ماشي بالضرورة في الامتحان المهني، في مجموعة من المباريات المهنية كتفتيش إلى آخره، وكيحاولوا هما كيحاولوا فقط أنه يعرفوا التجربة ديال الأستاذ في هاد التجربة ديال الأستاذ في مجال إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال. هما راه الأصل هو هنا الأصل في الديداكتيك، الأصل في الديداكتيك هما كيتسناو من الأستاذ يلخص لهم، واحد الأستاذ اللي دوز 10 سنين في القسم أو 12 عام أو أكثر، خصو ولا أقل يعني، خصو يلخص لهم يعني هاد الخدمة كل هذه 10 سنين يجمع عليهم في ذاك الامتحان ديال الديداكتيك. يعني يحاول دوك الوضعيات يربطها دائما كما قال السي بابا مع الخدمة ديالو ديال القسم. يعني الأستاذ اللي كيخدم في القسم بواسطة يعني أنشطة وكيحلل الأخطاء ديال التلاميذ وفي التصحيح ديال الفروض المنزلية كيدير التصنيف ديال الأخطاء ويدير المعالجة وإلى آخره، راه أوتوماتيكمون راه كيستعد الامتحان المهني، وفوق قبل كل درس كيوجد وكيحين الجدادة ديالو، ماشي يعني ماشي تكون عنده واحد الجدادة ويخدم بها طوال 15 سنة ولا، يعني تحيين ديال الجدادات والتغيير ديال الفروض والتصحيح ديال الفروض المنزلية وتصنيف الأخطاء إلى آخره، راه داخل في التكوين الذاتي للأستاذ. يعني هذا التكوين الذاتي هو اللي كيعطي الاستعداد، يعني الاستعداد للامتحانات المهنية فيما يخص النجاح في الامتحان. يعني كاين عوامل أخرى ماشي بالضرورة واش خدمتي ولا ما خدمتي، كاين عوامل خارجية اللي مرتبطة بمجموعة من الأمور بلا ما نفصل فيها. يعني الأستاذ يدير اللي عليه والكمال على الله، وتحية للجميع. وعليكم السلام أستاذ بوحسين، تفضل. عندي جوج أسئلة، الله يجزيكم بخير. واحد السؤال الأول باش ما ننساه، هو في برنامج الدورة كاين باقي مسائل مرتبطة بعلوم التربية، واش غتبدل زعما تبدل وتدير بلاصتها شي أمور ديال الديداكتيك ولا لا؟ السؤال الثاني تماشي مع واحد ذاك الأستاذ اللي طرح ذاك السؤال اللي طرح الأستاذ على حساب جذور مربعة وحساب العددي. هو السؤال، نصيغ السؤال بطريقة أخرى، أثناء هي شكون اللي عندها، شكون الوثيقة الرسمية اللي عندها المرجعية في ترتيب الدروس مثلا ديال الإعدادي ولا ديال، المهم نهضر أنا على ديال الإعدادي، واش المذكرة 192 ولا التوجيهات التربوية؟ مثلا إلا قلنا التوجيهات التربوية، لحقاش كاين إشكال بين التوجيهات التربوية والمذكرة مثلا في هذا المشكل ديال الجذور المربعة والحساب العددي؟ في المذكرة 192، في المذكرة 192 داروا الحساب العددي في الفرد في الفرد الأول، الحساب العددي عاد الجذور المربع، واش هذا الترتيب اللي كان في المذكرة واش عنده مرجع، واش عنده قوة يعني يستند عليها؟ ولا في التوجيهات اللي التوجيهات سبقوا دايرين الجذور المربعة عاد الحساب العددي؟ هذا هو التساؤل ديالي، نتمنى من سي علي ولا أي واحد اللي عنده دراية بهذا الشيء يجاوبنا، والله يجزاكم بخير. السؤال اللي غنجيبك انا هو على ديال الامتحان ديال الامتحان ديال التربيه، حنا في اطار دابا تناقشوا انه نشوفوا مكون مدير اخر يدير لنا شي دوره ولا مداخله في الديداكتيك. المهم نبحث حاليا وكندرسوا الموضوع، لانه كما شفتوا راه جات على غفله، يعني ما كانش عندنا وقت كثير باش اننا نبريباري مكون اخر. المهم حنا الان نبحث وان شاء الله يكون خير. بالنسبه للسؤال الثاني ديال الجذور المربعه في الحساب العددي، نخلي وقيل الاستاذ عبد الكبير وسعدا بغي يجاوب. تفضل الاستاذ عبد الكبير. بالنسبه لهذا الامر هذا، اتذكر واحد كان زرنا المفتش وهضر ونيت طرحنا عليه على تساؤل، وقال لنا بان التوجيهات التربويه راه تعديل، يعني جات تعديل لان جات هي بعد المذكره 192، اذا وعندهم نفس القوه، يعني راه كلهم يعني خارج عن وزاره التربيه الوطنيه واللي هي والناس المكلفين بالتنسيقيه ديال الرياديات وطنيا،
هما اللي داروا هذا التعديل هذا. وفي الحقيقة راه يعني التوجيهات التربوية هي اللي يعني اللي جات مؤخرا، وخرى المذكرة 192 هي الأولانية، ولكن راه جات تعديل والله أعلم. السلام عليكم. سي وسعد نرى درتي العكس، راه قلبتي هذاك الشيء. التوجيهات التربويه كاينه في 2009، وكاين شي اساتذه مازال تاخذهم ديال 2006 ولا 2007. التوجيهات التربويه كاينه في فغوص 2009، والمذكره 192 كاينه في 2010. ولكن التوجيهات التربويه ما فيهاش ذاك الترتيب ديال الدروس. الا مشيتي في الاخر ديال المستوى كتلقى يعني الدوره الاولى في الجهه، الدوره الثانيه يعني مقسمين غير الساعات، عدد الساعات اللي ديال كل درس كاين التوجيهات. ولكن ما تيقول هذا خصك ديرو في الفرد الاول ولا الفرد الثاني، بينما المذكره 192 مقسمه هذاك الشيء. اشنو هما الدروس اللي غيدار في الفرد الاول؟ اشنو هو الاسبوع فاش غيدار الفرد الاول؟ الدروس ديال الفرد الثاني، اشنو هو الاسبوع ديال الفرد الثاني؟ اشنو هما عدد الساعات اللي خصها يديروا في الفرد الاول والفرد الثاني؟ مثلا السنه الثالثه اعدادي الفرد الثالث الدوره الاولى مثلا راه فيه ساعتين ماشي ساعه. يعني المذكره 192 كانت في 2010 وهي اللي كتحدد هذا الترتيب ديال الدروس. والسؤال اللي كيتعطى في هذا الشيء يعني في هذه المسائل هذا كيقول لك ما هو موقع الدرس ولا كذا على ضوء مثلا المذكره 192، تيقول شي حسب التوجيهات التربويه. الله اعلم. نشوفوا السؤال حتى واش قال اذا كان حاضر. اولا كنشكر السي تموسيت على العرض اللي دار، واننا استفدنا منه استفاده كثيره، وكذلك الاستاذه استلامات النظر لضعف الكونيكسيون اللي كان عندي، وكنشكرها بزاف. وكنشكر كذلك السي توفيق ومنصه فيزا سكول على الاستضافه الدوره، وانا مكنت لينا اننا نديروا الدوره هنا. بالنسبه للتدخل اللي غندير حاليا هو في اطار هذا، خاصه بالنسبه للناس ديال الثانوي التاهيلي، غنقلب على ديال الثانوي الاعدادي لقيتهم اليوم. ما فقط ما من شنو ماذا تلاحظون حول عناصر الاجابه، خاصه بالنسبه للناس اللي شافوهم؟ وهنا غنسول اكثر سي احمد كان ممكن تلاحظ على الإجابة مقارنة ب ما. السلام عليكم سي هشام. أنت سي بابا كيف الحال؟ إذا شفنا بخير الحمد لله بارك الله. إذا شفنا ذاك السؤال الأول، يقع درس الأعداد العقدية في نهاية برنامج الدورة الأولى بعد درس الدورة الأولى حسب منطوق المذكرة الوزارية 142. داكور، ماشي حسب التوجيهات التربويه، حسب المذكره الوزاريه، حسب المذكره 142 نسبه الثانوي التاهيلي. سي هشام السلام عليكم. بالنسبه للثانوي كاينه المذكره 142، بالنسبه للاعدادي كاينه المذكره 192. سي بون صحيح. سي هشام سولتيني على تصور يعني وجهه النظر على عناصر الاجابه. المهم يعني عناصر الاجابه كتبان عاديه، هنا فاش غتبان الذاتيه ديال المصحح حتى المصححين راه كيلعبوا الدور. يعني الذاتية ديال المصحح كتلعب الدور، يعني كاين المصححين كاين الأساتذة اللي يعني واخا راه كنهضروا هنا على إلا مشينا مثال ديك كرونولوجيا تطور مفهوم التعامد ما بين الجهد المشترك والأولى علوم تجريبية، تيعطي على الجهد المشترك يعطي نقطة ونصف، والجهد الأولى علوم تجريبية ويعطي نقطة ونصف. يعني وفي الثاني ثاني تحديد مشكلتين ديداكتيكيتين على الاقل، يعني اعطي هنا الصلاحيه للمصحح يعني على العموم. هنا على العموم راه كيعطي في
أغلبية الأسئلة أعطي الصلاحية للمصحح، يعني عناصر الإجابة، عناصر الإجابة فهي لا يعني ما كتعطيكش، عكس الإعدادي ديال الإعدادي اللي ملي شفت ديال الإعدادي، ديال الإعدادي كيبان ليا فيهم واحد الدقة في تحديد عناصر الإجابة. ما بالنسبة للتأهيلي داكشي عادي جدا، تيقول لك تعريف النقل الديداكتيكي، تحويل الوضعية إلى نشاط تدريسي، وجي تاني يقول لك هنا اقتراح نشاط داعم، ما عطاكش واحد، ما عطاكش توصيف ديال داك النشاط الداعم، ما عطاكش تاني أي شيء. هنا كيبان لي اقتراح عادي، ولكن راه هنا اللي كيحدد، الإشكال اللي كاين هو ديك 13% ديال نسبة النجاح. يعني راه ممكن انت تجيب 15 واحد اخر يجيب 15.03 هو اللي غيدوز، لان بحكم الكوطه والنسبه، اللي كتحدد في 13% من مجموع المترشحين. هنا فاش كاين المشكل، ها هنا فاش كاين ديك النقطه. مهم، تحيه لكم. السلام عليكم الاخوان. بالنسبه لواحد المرجع بالنسبه للثانوي، الاستاذ محمد الطالبي، اللي هو الكتاب نحو تدريس فعال للرياضيات بالثانوي التأهيلي، فهو كيبان لي مرجع زوين بالنسبه للاخوان اللي غادي يستعدوا للامتحان المهني. الاستاذ محمد الطالبي بالاضافه هو استاذ مكوين في المركز الجهوي بوجده، والكتاب هو غني، وكيبان لي انا الكتاب ديجا واحد الوقيته كان سي لاحو السعيدي بانه ديجا بارطاجاه مع الاخوان، وراه تقريبا السعيدي غادي يكون عنده شي نسخه ديال الكتاب. السلام عليكم. غير بالنسبه للنماذج التصحيح الرسميه كنظن كاين غير ديال 2011، ما عرف الا كان شي نماذج اخرى ما في خبارش. نتمنى الاخوان يعني على ما حد علمي انا كاين غير ديال 2019 الرسمي. اخوان شي واحد يجاوبنا على السؤال ديال الاستاذ، واش كاين غير ديال 2019 اللي رسمي ولا كاينين شي وحدين اخرين؟ هو السي كريم هو اللي حد الساعه، اللي منشورين دابا في الفيسبوك، ولا كاينين ثلاثه، كاينين جوج ديال التاهيلي 2016 وديال السنه الماضيه 2019، وديال الاعدادي هذا هو الوحيد دابا اللي كاين، يعني ديال 2019. وبالمناسبه فاش كتقاسم نتوما مع الاستاذ الاساتذه، راه غير واحد المفتيش كان بارطاجا في واحد الجروب وانا تقاسمته، يعني ماشي انا اللي جبته ولا هكا، غير تقاسمته ثاني بدوري، يعني تقاسمه واحد المفتيش وانا عاودت اعاده تقاسمه مفرد. انا خير كاضافه هذاك ديال الاعدادي خاصه واحد الصفحه، دونك ما كايناش. اما بالنسبه لهذا هو يعني كما قال السي علي، هذا هو العناصر الاجابه، وباقي ناقص خاصه واحد الصفحه. وبالنسبه للتاهيلي كاين ديال 2016 يعني تقاسمها معنا السي محمد جمال، وهذا 2019 اللي تقاسم معنا السي علي تموسيد. هذا الشيء اللي عطى الله عكس اذا شفتوا الابتدائي ارى عطى الله الخير. نعم بصراحه الابتدائي عطى الله الخير، ماشي بحال الاعدادي ولا الثانوي يكون داكشي قليل بزاف. بالنسبه للتسع 2019 ديال الاعدادي راه كاين كامل، شوفوا داك الرابط اللي لحتما راه كاين فيه كامل، ما نقصش. وكقراءه لهاد العناصر الاجابه اللي كاين دابا في الكرون، الا شفنا في السؤال في الموضوع الثاني الله اعلم، السؤال قال لك اعطي تعريف النقل الديداكتيكي، يعني تقدري تقول لنا في شي سؤال من الاسئله قدم تعريف لشيء معك. انا السؤال هذا فيه واحد الجزء ديال البيداغوجيه. الله اعلم. بالنسبه للاخ اللي قال ناقل غير عاود يشوف الريبورتاج الاخ مخ خلو لو دي رجع يشوف المعدة دي سبوك راه جميع الصفحات. واسي الشمرا كنسمعوك يا عبدالله. ايمو
خد اخويا بالنسبه لهذا التصحيح ديال الامتحان او عناصر الاجابه ديال هذا الامتحان المهني اظن السيد مدرع شاطرني الراي ان مشكل مثلا في السؤال الثاني تحول الوضعيه الى نشاط تدريسي. شنو المقصود بنشاط تدريسي؟ لان هذا طرح السؤال طرح دوزته ولكن المفهوم ديال النشاط التدريسي ما فهمتوش. وكذلك الا كان ممكن سي انا شي نموذج للنشاط التدريسي او معنى للنشاط التدريسي. اخر اكبر هو مثلا نشاط اقتراح نشاط داعم. راه باش نقترحوا نشاط داعم في الامتحان في الامتحان المهني كتجيني شويه صعيبه الا ما كنخدموا اكثر. سي تاموس الى كاين او لا اي شخص عنده عطينا ما معنى شنو مطلوب او مفهوم سي هشام. هشام كتسمعني؟ سي احمد كنسمعوك. المهم عندي غير في هذا التمرين اللي حتى ديال الامتحان فيها ما يقال داك التمرين المتتاليات اللي تيقول لك الجهه للتلاميذ السنه الاولى بكالوريا علوم تجريبيه. انا صراحه التمرين ما كيبانش ليا ديال العلوم التجريبيه وفيه دوبل طونس. يعني الا بغيتي تبين واحد السؤال تما كاين الا ربطتي ليه بهذا السي هشام ونشوفوا الاسئله ما عقلتش على فيه دوبل ريكونس وهو اللي كيعطي هذاك هذيك يعني دوبل ريكونس المقرر. يعني صراحه داك التمرين يعني العلوم الرياضيه ولكن بالنسبه للعلوم التجريبيه صراحه داك التمرين فيه ما يقال زعما صراحه. يعني حتى الوضعي ديال الامتحان ما عرفتش واش نيت هاد اللجنه كت يعني كدير هاد كيفاش كتوضع الامتحان واش انا صراحه عندي تساؤلات كثيره. مقارنة مع 2018 كان مزيان يعني كانت حتى الأسئلة مفهومة وكانت الأمور مزيانة ولكن تحية للأساتذة الكرام شكرا على هذه المبادرة هذه الله يجازيكم بخير. أنا عندي ملاحظة بالنسبة للامتحان المهني ديال الثانوي السنة الماضية بالنسبة للموضوع الثاني هذاك الجزء المتعلق بالأخطاء هذاك السؤال الثاني هذاك الجدول اللي كاين في العناصر ديال الإجابة بالنسبة للتلميذ الثاني عاملين تما الأخطاء إذا كان أ بي يساوي أ سي زائد بي سي فإن النقاط أ و بي و سي مستقيمية. إذا يعني واش في هذا الجدول كيعتبروا بأن هذا خطأ. وبالنسبه للتلميذ الثالث الخطا اللي دارجين هنا هو اذا كان y سي على x سي يساوي y بي ناقص y ا على x بي ناقص x ا فان النقاط ا و بي و سي مستقيميه. اذا بالنسبه لهذا الخطا هنا اللي مدرج هنا بان راه التلميذ الثالث راه اعتبر بان ا هو اصل المعلم اذا احداثيات ديال y او x ا عفوا الاحداثيات ديال ا هما 0 0 واعتبروه بان هذه تيوريم الف. يعني كيفاش زعما واش حيت هو غير دار في حال هذيك الازاحه ديال المعلم اعتبر بان هذيك الاحداثيه ديال ا هي اصل ا هي اصل المعلم ان هذا اعتبروه بانه خطا اما بالنسبه للكتاب هذه المتساويه اللي كتب راه صحيحه الا كان اعتبر بان الاحداثيه ديال ا هما 0 0 وغير الاحداثيه ديال سي. اذا كذلك بالنسبة هنايا لبعض المصادر المحتملة للأخطاء المرصودة يعني واش خصنا نحدوا واش نشوئي أو نمائي أو إلى آخره أو لا ديداكتيكي أو لا خصنا يعني نفصلوا يعني واش التلميذ كان يعتقد كذا وكذا
وشكرا. أظن أن هذا السؤال غيجاوبك ليه أستاذ علي تموسيس، أنت هو اللي غيدير لنا الدورة إن شاء الله في هذا الشيء ديال الأخطاء ومعالجة الخطأ إلى آخره. أنت كاين عندنا دورة خاصة بهذا الشيء، تحليل الإنتاجات المتعلمة، ياك أستاذ تموسيس؟ أستاذة السلام عليكم، أستاذة نبيل، أستاذ علي تموسيت عنده مشكل ديال الكونيكسيون، عنده مشكل ديال الكونيكسيون، وراه في جروب الواتساب بيناتنا، مجموعة من واحد الأوديو، شنو كاين في عند الأوديو، وشكرا لكم، شكرا. كتدخل بصفات كنشكر اولا السي علي ساموسيس على المداخله القيمه ديالو، رغم انه لازال في فتره نقاهه، ونسال الله ان يشفي شفاء لا يرهب مستقيما، ويسالكم الدعاء له. شكرا. فعلا السي علي تموسيت مازال كيمر فترة نقاهة، ومع ذلك تطوع مشكورا انه يدير هذه المبادرة ويقدم هذه العروض هادو. كنتمناو له الشفاء العاجل ان شاء الله، وهو من بين الاساتذة المعطائين، ونسأل له الشفاء. انا بدوري كنتمنى الشفاء الاستاذ، الشفاء العاجل الاستاذ علي تموسيت، هو شخصيا انسان معطاء. استسمح بقى لي عطف الصوت في الكونيكسيون. كما كنقول لكم بانه بالنسبه لهذا السؤال اللي قال الاستاذ هو ديال الخطا وتحليل انتاجات المتعلمين، راه كاينه دوره تكوينيه خاصه بهم من تقديم استاذ علي تموسيت، هو استاذ مكون وعنده تبارك الله ما يقول في هذا الشيء. السلام عليكم. السلام عليكم، كي كتسمعوني؟ يوسف تفضل تسمعوا. شكرا جزيلا على الدورة هذه، وكان زعما كنحيي الإخوان جميعا على هذه المجهودات الكبيرة اللي داروا من أجل إقامة هذه الدورة. عندي مجموعة ديال الأسئلة صراحة، لأن الامتحان ديال الديداكتيك ديال المادة فيه كثير مثقل، فقط أنا بين يدي هنا واحد النموذج ديال 2015، وبعد من بين الأسئلة ديالي. نعم أستسمح لتدخل بالنسبة للحصة، وأعتذر سي هنا سيوس والاخر. الصوت ما عندكش مزيان، مزيان دير الصوت مزيان دابا. استاذ عندك الصوت مزيان، شكرا. قلت لك بسرعه بعجاله فقط باش اخرى باش نطرح السؤال ديالك. قلت عندي النموذج بين يدي انا ديال 2015، في واحد بعض الاسئله ديالو كيقول لك حدد بدقه المعارف والقدرات والمهارات. اذا كان الاخوان ماشي واحد يعني هناك اختلاف كبير يعني بين المهاره والقدره والقدرات
المحاضرة والمعارف. وإن كان هناك تشابه الصراحة قبيلة تذكر الأستاذ المهارات وقرنا بالقدرات المستهدفة، يعني إذا كانت كذلك فلماذا يعني هذا التوزيع هذا ديال المعارف والقدرات والمهارات؟ يعني أكيد هناك اختلاف بين كل مصطلح. هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، هو ملي كيطلع تعطى لنا الجدادة ولا كيطلب منك الجدادة، يعني كيعطيك مجموعة العناصر اللي خص تحترمها. يعني واش هنا كياخذوا بعين الاعتبار ديك العناصر اللي ما خصكش تخرج عليها، او لا يعني اذا ضفتي شي محور ولا شي عنصر اخر يعتبر ذلك اخلال السؤال؟ شكرا جزيلا استاذ يوسف. اعتذر لان قالت لنا ميم با دقيقه ولا اقل غادي تعبت اوتوماتيكمون، حيت في ثلاثة السوايع كنظن ان تجاوزنا بدقيقه، في اي لحظه غادي يقدر يتقطع لنا البث. اسمح لينا وان شاء الله غنحتفظوا بالمداخله ديالك في الدوره المقبله ان شاء الله، وحتى فاش غنكون يعني علوم التربيه بلاص التصحيح ديال الامتحان المهني راه غادي نديروا عاوتاني بحال هكا، غيكون معنا مؤطر ونحاولوا نديروا دردشه. واعتذر والله خارج عن الاراده. كنشكر بزاف الاساتذه الحضور الكرام، كنشكروا بزاف الاستاذ علي تاموسيت، وكنشكروه للعطاء ديالو، كنتمنوا له الشفاء العاجل من رغم من انه مازال في فتره نقاهه الا وحضر معنا وتقاسم معنا وشارك معنا لحد ساعة. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا على التدخلات ديالكم على التقاسم ديالكم. كنتمنى تكون افاده للجميع، وكنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. وموعدنا الاسبوع المقبل السبت المقبل ان شاء الله مع الاستاذ مع المفتش محمد جمال ان شاء الله. وشكرا.